صباح الخير لكل مشاهدي احلى صباح وشاشه التلفزيون المدين اللي وعيوا بكير وانضموا لنا. هلا رح نقضي سوا صبحيه حلوه باذن الله لاكثر من ساعتين من الوقت مع مجموعه من ضيوف انا وزميلتي انطوانيت هلوين. صباح الخير انطوانيت. بونجور بشاره، صباح الخير لك ولكل يلي قرروا يتابعونا اليوم باحلى صباح بنهايه هيدا الاسبوع. يعني اليوم مناسبني انا وياك اند اوف ذا ويك وطقس حلو، صح؟ يعني لف الشتاء ونحن هيك تنتهي بالطقس الحلو. بنتمنى اكيد هالاسبوع ما يكون قطع بشكل كثير ثقيل على المشاهدين، المشاهدين يكون معهم حمل اشياء حلوه واكيد يكونوا عم بيتحضروا للويك اند معنا دائما بنفسيه هيك فريش ومتجدده. اليوم العين كلها على دوما انطوانيت، دوما اللي تم اختيارها من اجمل وافضل القرى السياحيه بالعالم من قبل منظمه السياحه العالميه او الورلد توريزم اورجنايزيشن العام الماضي. اليوم رح تكون عم تحتفل بهذا الانجاز برعايه معالي وزير السياحه السيد وليد نصار. رح يكون في احتفال كثير كبير اليوم بدوما ورح يكون في تدشين للاسواق الاثريه من بعد ترميمها. لما نحكي عن دوما نحكي فعليا عن القريه اللبنانيه بامتياز بكل تقاليدها بكل عوايدها الحلوه والاهم بناسها الطيبين. صحيح بشارة، يعني بدنا نوجه نحن تحية لكل الأشخاص يلي اشتغلوا لوصلوا دوما للعالمية. يعني مثل ما بتعرف أنه إلى أكثر من سنة هي مقصد لكل السواح بلبنان يلي بيجوا من الخارج والسياحة الداخلية، كلنا عم نطلع على دوما لنشوف شو عاملين الجماعة فوق. يعني ليش حولوا هيدي الضيعة لضيعة نموذجية بامتياز، إن كان بالحفاظ على الأثار التراث والأسواق اللي فيها المونة اللبنانية الشعبية. فاليوم مثل ما قلت تصدرت على عرش العالم عالمية وانتخبت يعني نضيع الأجمل عالميا. نتمنى يعني يكون موسم سياحي مزدهر ويكون الإقبال على لبنان يعني بفصل الصيف كمان هيك يعجل الحركة الاقتصادية. نحن دائما بحاجة للأخبار الحلوة من هيدا النوع ودائما بحاجة نضوي على كل شيء بوصل لبنان بأحلى صورة للعالم، إن كان بالسياحة بالجمال بالاقتصاد. وبنعتقد اليوم دوما كمان رح تكون اسم جديد عم بيلمع بلبنان ليكون عم بيستقطب أكبر عدد من الزائرين إن شاء الله بالصيف المقبل. ودائما بنحكي عن سياحه مسؤوله، سياحه داخليه مستدامه، وهلا في هيك مثل موجه او نزعه للعوده للجذور للتراث للاشياء الاوثنتيك الاصليه، وبهمنا نكون عم نحافظ دائما على كل شيء بيعمل هويتنا اللبنانيه مثل هيدي الكره. يعني ان شاء الله بشاره ما تكون هي مثل موضه وتختفي ولا تنتهي، مش بس الظروف هي اللي جبرتنا نرجع للجذور وللاصول وللارض وللتراث، فعلا نضل مساكين بهيدا الموضوع يلي طلع كثار من العيال وكثار من الشباب اللبناني من الاقتصاد صاد المنهار لهيك شوي ارجان دو بوش قدروا مشوا حالهم بالازمه يلي مرقت. بشاره، يعني انا امبارحه كنت عم بتواصل شوي مع مغتربين اقارب بالخارج عم شوف كيف رح يكون الاقبال بالصيف على لبنان، فتوقعت اسمع انه لا ما رح ننزل لانه الوضع مش منيح، فبتتفاجئ انه الحجوزات فولي بوكت لجولاي ولا اوغست. فان شاء الله خير وان شاء الله بتروق اكثر الاوضاع. بنعرف الاوضاع منا جدا طبيعيه اللي عم بيصير بغزه، ونحن كمان بالجنوب يعني تقريبا بحاله حرب فينا نقول. ويعني مؤخرا من كم يوم تم اعلان عن الغاء النسخه الصيفيه من مهرجانات بيت الدين، بعلبك بعضهم ما اخذوا قرار. في مهرجانات رح تكفي مثل بترونيات اعياد بيروت وبيبلوس، يعني اليوم في انقسام بين المهرجانات بين اللي حسب المناطق نعم مش قادرين كثير يحتفلوا ولا يكونوا عم بيستقطبوا نجوم اجانب يكونوا عم بيغنوا بلبنان، واللي قرروا رغم كل شيء يكونوا عم يتمسكوا بالحياه لانه كمان المقاومه فيها تكون من خلال الفن ومن خلال التعلق بالحياه. يعني فعلا بشاره مثل ما قلت هو تجهيز مهرجان حتى لو توقف اطلاق النار واعلنوا هدنه من حزيران لايلول بده وقت للتجهيز فعلا تحتيه وبده شغل. فللاسف يعني هدول المناطق رح يكونوا بعاد شوي عن الاحتفالات مستثنيين يعني من المهرجانات الصيفيه، بس ان شاء الله بيكون في امن مستتب بهدول المناطق. اهم شيء بيبقى الامن بكل المناطق اللبنانية. اليوم 17 ايار 2024 اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم. هلا انت بتتفاجئ قلت لي ضغط الدم، الضغط كله ضغطنا كل الوقت عالي طالع، فهيدي المشكلة الصامتة بشارة الصامتة سوري فتاكي. فهيدا النهار خصصوه لهيدا الموضوع كرمال نذكر الكل البالغين كل الأشخاص أنه يتابعوا ارتفاع ضغط الدم وما يتمهلوا أبدا، لأنه هو اسمه المرض الفتاك القاتل الصامت. يعني ممكن يصير عندك ارتفاع بضغط الدم بس أنت ما تكون عارف، بيأثر أكيد على أمراض القلب، بيأثر على تقريبا يعني كل الجسم وكل الأعضاء ممكن يتأثروا بالهاي
هايبر تنشن، ومفروض يعني نكون عم نعالج هذا الموضوع. اوقات علاجه بيكون سهل، يعني اوقات في دواء ممكن ناخده يوميا يكون عم بيساعد، نعم، او نوع اكل كمان اكيد ننتبه على نظامنا الغذائي لنكون عم نخفف من الهايبر تنشن. يعني ما بعرف، الستريس هي كلمه صارت مرافقه الاشخاص الصغار والبالغين والكبار بالعمر، فبيحكوا بموضوع الستريس. صعب الستريس، اوقات في اشخاص يعني اوقات بنحس انه منوع ستريس ومنام ستريس. يعني الستريس مرض بحد ذاته، وبيؤدي مش بس لاعراض نفسيه كمان اعراض جسديه، واوقات الستريس ممكن كمان يسبب امراض جسديه على المدى الطويل. انا طلعت لي بشاره هيك فكره امبارحه وحل موضوع الستريس، لانه الكل عايش بضغط وما حدا بيعرف يعني كل انسان قد ايه متحمل مشاكل واخبار بتجي من الخارج، فحل كثير بسيط كلنا فينا نعتمده. يمكن كل حدا بيتصل فيك او بيتواصل معك او بتشوفه فيس تو فيس بده يخبرك خبريه بتحس انه ممكن تاثر بطريقه نيجاتيف، مش ضروري يعني مباشر تكون مأذيه لك، فوقفوا من نص الحديث وبليز انه انا ما بدي اسمع اخبار غيري او اخبار فيها نميم. شوت اوف بيبل اللي عم بفوتوا هالستريس على حياتي 100%. فعلا اذا اعتمدت هذه الطريقه بتخفف 50% من الاخبار المقله لزوم ومش نافعه وفيها كثير من الضغط والمشاكل يلي ممكن انت تتلقاها. صح. لا شعوريا يمكن تفكر فيها تعيشها فبتكون هيك ستريسد اول ذا داي. فعليا احنا بنضحك يمكن على الاطباء النفسيين اوقات من النصائح اللي بيعطوها، انما من النصائح اللي عم تنعطى بهذا الوقت لكثير من الاشخاص بلبنان انهم ياخذوا بريك من الاخبار السياسيه، يعني ما يقعدوا يتابعوا نشرات اخبار، خاصه لما تكون كل النشرات الاخبار سلبيه فيها اخبار حرب وعنف، هذا ممكن على المدى الطويل يعمل ستريس مزمن، نحن نبطل ننام يمكن او نعمل انكزايتي على المدى الطويل من دون ما نكون عم نشعر. فكمان مهم نكون عم ننتبه على الكونتنت اللي عم ندخله على حياتنا، شو عم نسمع وشو عم نشوف. يعني هذه نقطه. النقطه الثانيه يلي انا اساسا قد ما قريت وسمعت كلمه سوشيال ميديا هدول الاسبوعين بطلت قادر احكي بالموضوع صراحه. بس كمان بيقولوا بينصحوا الابتعاد شوي عن مواقع التواصل الاجتماعي، تترك وقت للتواصل المباشر مع الاشخاص وتشيل التليفون على جنب. كمان هيدي طريقه من الطرق يلي بتخليك هيك ريلاكست. بس نحن صرنا باللاوعي اذا التهينا 10 دقائق او ربع ساعه مع اصحابنا او مع عيالنا بتركض على التليفون لتشوف شو صار بهالربع ساعه، وكانه بربع ساعه ممكن كثير ممسكين بهالتليفون فعلا تسمع اخبار او تتغير معالم كثيره بالعالم. فكمان بدنا نروق وبدنا نعمل ديتوكس من التليفون كمان من وقت للتاني. على كل حال حابين تروقوا ما تحضروا برامج بتعصب فيكم تتابعوا احلى صباح. نحن دائما ضيوفنا لذيذين ومهضومين. اليوم رح يكون عندنا مجموعه من الضيوف. البدايه رح تكون مع الشيف نادين اسيس، مثل كل نهار جمعه رح تكون معنا لتكون عم بتحضر بفقره كيتشن طبق جديد. كمان مسلم نصر الله هو مدرب شطرنج رح ينضم لنا مع جيسيكا القيسي، هي بطله لبنان بالشطرنج، ليحكونا عن بطولة لبنان يلي نظمت وكل التفاصيل تبعولها. تفاصيل عن معرض الربيع الأول للفنون التشكيلية مع ضيف فؤاد شهاب وهو أيضا فنان تشكيلي، لنكون دائما عم نضوي على الفنون بلبنان والأنشطة الثقافية المتعددة. يعني الحلو بشارة أنه الفن التشكيلي والرسم التشكيلي بالإضافة إلى جانب المسرح عم نشوفه من الأنشطة الناشطة فعلا. صحيح. بلبنان آخر كم سنة. المخرج سام لحود رح بيكون ضيفنا اليوم، هو رئيس ومؤسس جمعية مجتمع بيروت السينمائي، ليحكينا عن اختياره كمدير لمهرجان مسابقة الأفلام القصيرة بالإسكندرية. أنا نقول له ألف مبروك لسام، يعني سام من الضيوف العزيزين علينا بالبرنامج ويمكن أكثر حدا ناشط بمجال السينما بلبنان بالسنوات الأخيرة، فخورين جدا كمان يكون عم بيترأس هيدا المهرجان التحكيم بهيدا المهرجان. وكمان بدنا هون ننوه إنه نحن كمان فخورين كثير بمخرجتنا نادين لبكي اللي هي بالجوري الرسمي لمهرجان كان اللي انطلق من كم يوم الى جانب اسماء جدا كبيره مثل غريتا جورج وهي مخرجه فيلم باربي وابران سيلو، يعني من المخرجين العظماء بالعالم، ونادين لبكي من بيناتهم كمان. نحن يعني هذا بزيدنا فخر كلبنانيين نشوف نادين لبكي عم ترفع فعلا فعلا بشاره. بدنا نقول الف مبروك. في اكثر من شخصيه واكثر من اسم لبناني كمان عم بيكونوا موجودين بمهرجان. صح. كان فتباعا يعني بهيدا الاسبوع المقبل رح نعمل جوله انا جوله فاشن كمان على الريد كاربت، يعني بلشنا نشوف بساطين واشكال غريبه، يعني كثير من الاشخاص بيحبوا يكونوا عم يلفتوا النظر على
درج مهرجان كان، واكيد بيتعرضوا للنقد الايجابي او السلبي من قبل كل النقاد. لا بس وقتها بيكون في شيء اوفر بطريقه سلبيه ما في حدا ما ينتقده، يعني النقاد مش عم ينتقدوا بقى لينتقدوا. امبارح كان في عنوان ملفت للنظر تعقيبا على هذا الموضوع اللي عم تحكي بشاره، انه وين صارت الموضه، صرنا بدنا نلبس قصص ما بتقطع كرمال نتصدر، يعني قد ايه في جوع لترند على عالم السوشيال ميديا لنجيب اكثر، يعني نخلق باز والعالم يحكوا فينا. يعني امبارح في فستان ما بيقطع ابدا، في ميك اب ما بيقطع ابدا. ففعلا هيدا مش هو هيدا الشيء الحلو، لا نحن كنا قبل ننطر هدول المهرجانات لنشوف فعلا الموضه باي اتجاه، الجمال باي اتجاه، والميك اب باي اتجاه. هلا صار هلا صرنا بنشوف الاتجاه المعاكس يمكن اللي ما لازم نتوجه عليه. يعني الموضوع الاخير رح يكون معك اونفونيت، مين رح يكون معنا؟ دكتور امتسال عكاوي ضيفتنا، هي مديره جامعه الاي يو ال بفرع طرابلس، لتحكينا عن موضوع كثير مهم، شو عم بيصير بالاي يو ال، من اداره اخذت قرار بتنظيم دورات وعم بيتعاملوا مع اشخاص لتمكين المراه، يعني التدريب حول تمكين المراه اللبنانيه على العموم والطرابلسيه بشكل خاص، ان كان باللغه ولا تتمكن بامور اخرى. فاليوم رح نعرف تمكين المراه سيئة. اكيد عنوان عريض وبهمنا نكون في جهود متضافره من كل الاتجاهات لنكون فعليا عم نمكن المراه اللي هي صارت الحمد لله متمكنه بلبنان، انما بهمنا بعد تكون عم وفعليا تكون عم تتبوق اعلى المناصب، وان شاء الله كمان بالحياه والشان العام الحياه السياسيه. هيدي كانت فكره سريعه عن شو ناطرنا بحلقتنا لليوم. مشاهدينا رح نتوجه سوا على فقره الرياضه هوليستيك سبورتس مع الكوتش جيلي رمال، ناطرتنا ونتابع سوا. مرحبا، معكم جيلي رمال. اليوم نحن بدنا نركز على الباور ورك اوت لأبر بودي مع وزن خفيف، يعني كيلو كيلو ونص ماكسيموم 2 كيلو. اليوم نحن بدنا نشتغل على البايسبس والترايسبس الكتف والأبر باك هون. alright so let's begin very easy. We're gonna start side touch هون 10 مرات هون. يلا let's go. number 2 full نفس 3 يلا 4 5 6 7 8 9 10 يلا على 10 نحن عندك stop. we're gonna power in and out 10 مرات. شد الماضي منيح لجوا. يلا let's go. number 4 5 6 7 8 9 على 10 نحن بدنا بروم على الشمال مع بوكس بوكس وميني سكوات هون. alright let's begin 10 مرات. 1 2 3 let's go. number 2 2 2 3 3 3 هلا بس عم تعمل بوكس لازم تعمل فول ستريتش. ليتس جو 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 يلا اخر وحده. اوكي اكسلنت، هلا بدي اعمل بوكس بس على الشمال. رايت فول اكستنشن، سكويز يور ستمك، شد المعده منيح لجوا. يلا ليتس جو 5 6 7 8 9 العشرة زيت الشيء بس هلا اليمين. ready let's go full box 1 2 full power 3 4 5 6 7 8 9 العشرة نحن عندك stop. خلينا نشتغل شوي على الكتف. you're gonna push your hands لفوق لتحت سرعة. 1 2 good full stretch 3 4 5 6 7 8 9 العشرة نحن عندك stop هون. we're gonna push one hand لتحت لفوق، كمان عم تعمل stretch لتحت. let's go 5 6 7 8 9 and stop and change. تاني ايد let's go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والعشرة في stop هون. you're gonna open up your arms افتح الشست الصدر هون 3 4 5 6 7 8 9 خلينا نرجع هون على الكتف. you're gonna open up the arms على الجنب ونرجع هون. يلا خلينا نركز 2
يلا keep going full power 3 push 4 and 5 6 7 8 9 هلا biceps على الجنب هون ready full power بس اشرح هون شد على الدليل منيح let's go power workout 3 4 5 6 7 8 9 هلا directly على triceps roll your shoulders back نصير بدي كون لقدام we're gonna push triceps هون 10 مرات يلا 1 2 3 push 4 5 6 7 8 don't stop don't stop bring your hands لقدام you're gonna press your hands على الجنب ونرجع هون 10 let's go 1 press 2 3 4 keep going 5 6 7 8 9 stay with me نرجع هون على البوكس على الشمال بوكس بوكس ترايسبس هون let's continue all right هلا بالهاي الحركات نحن عم نشتغل كثير على stretching 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 okay so we go شمال يمين tricep extension go 2 2 2 full stretch power 3 3 3 breathing 4 يلا excellent keep going number 5 all right here we go Number 6, excellent. Number 7, press and stretch. Yalla. 8, number 9, excellent. Eher wahde, box, box, triceps. Relax your muscles. Hani shigal azeti shi, hala al yamin. Ready? Let's begin. Box, box, triceps. Hala basam tamal triceps, jalsa dahar hon. Haida mamnua, nahna butkun straight back. All right? Again, we begin. 1, 2, 3. Yalla. 2. 3 excellent breathing 4 4 هلا عم اشتغل مع كنترول واكيد في باور هون يلا هلا 5 يلا 6 excellent 7 اوكي here we go number 8 excellent number 9 يلا اخر وحده 10 10 triceps نرجع البايسبس number 2 السكند سيت let's full stretch it all the way up and down power okay so هلا بالهيدا الشغل يعني نحن عم نشتغل على stretching على عضلات صغير وكبير كمان بنفس الوقت okay هلا بس خلصت اشرح نرجع الشولدر بريس لفوق are you ready let's go من الصدر we go all the way up down 2 breathing full power 3 4 5 6 7 8 9 stop هون we're going to reach the right hand again لتحت لفوق 10 مرات full power شوي اسرع هون keep working out يلا let's go بعد 4 3 2 and change your hands each knee لتحت لفوق 10 let's go 3 4 5 6 7 we're going to get ready now for the back exercise ready we bring the weights al sadr nirja hon back is straight open and close ashna marat 1 2 breathing 3 4 5 6 7 guess 8 number 9 al ashra fi stop hone bend your arms at 90 degrees let's go down la fo ashra Okay, so نحن عم نشتغل كل عضلات سرعة, okay, for power workout. بس 10 دقيقة maximum وخلصت هون. Alright, let's go. بعد 4, 3, 2, آخر واحدة. Take a break, relax your muscles. Excellent. هلي ركز هلا على upper body, back muscles, الظهر. Alright, so nice and easy. We're gonna go ahead. Turn, turn, press, press. نرجع. Turn, turn, يعني stretch, stretch. Squeeze, stretch. يلا 10 مرات. 3 3 3 3 هلي راس لفوق هون 4 full press 4 و4 5 excellent. هلا بس عم برم هون برم أكثر على اليمين. بعد and press press. Again we go 1 2 3 4 يلا آخر وحدة هون excellent and let's go change your sides هون على الشمال. زيتي حركة. Alright. We turn. 1 2 3 4 okay full stretch 2 excellent and press 2 number 3 excellent yalla let's keep going 4
and press. Okay. هلا خمسة. Press. Okay. ستة. Excellent. سبعة. Press. يلا. Eight. Press. يلا بعد في اثنين. Nine. Press. Okay. آخر واحدة هون. And press. Roll your shoulders back. خلينا هون. We open our shoulders. Let's go. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Change directions. لقدام. عشر مرات. Okay. As much as you can. لفوق لتحت. Five. Six. Seven. Eight. Nine. على عشرة. You're gonna lock your hands لتحت. Stand straight. جلسة ظهر هون. Pick it up. One. Two. Last exercise. آخر حركات يوم. And you're doing a great job. يلا بعد خمسة. Keep going. بعد ثلاثة. اثنين. آخر واحدة. شيل الوزن هون على الجنب. خلينا نعمل شوي stretching هون. Opening your arms. Relax your chest. Excellent. إيدين لفوق لتحت شوي مرتاح. All right. So هيدا حركات نحن فينا نعمل كل يوم. يعني بس 10 دقيقة. Very quickly. بس بتكون أحسن وأحسن. تعمل أكثر وزن يعني. بركي هلا يوم نحن بلشت مع كيلو. تاني مرة بتكون كيلو ونص. ثلاثة مرات بتكون 2 كيلو. أوكي بس مش أكثر من 2 كيلو. هيدا بدي أعمل شوي العضلات هون. البايسبس. Triceps, الكتف, السدر, shoulders. Okay, it's very important to breathe and drink your water during the exercise. بس خلصت تاخد نفس. Inhale, exhale. بعد مرتين هون. Relaxing your mind. Feeling good this morning. And don't forget to watch me on the next episodes. See you guys next time. صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بنهار جديد ببروجرام احلى صباح. اكيد مثل ما شايفين اليوم بلشنا كمان فقراتنا بفقره المطبخ، حتى كمان نكون عم نعطيكم تبس جداد وريسيبيز جداد وريسيبتات جديده. اليوم حلقتنا مميزه وهيك غريبه شوي، اللي هي فعليا حتكون الباز تبعولها نحكي عن الماكولات اللي هن جلوتين فري. بتعرفوا كثير هلا صرنا عم نسمع بمشاكل الامعاء وغيره، وكثير اشخاص عم تبقى متضايقه، فكثير عم ينوصف لهم دايت يكون جلوتين فري، وكثير اشخاص عم يسالوني طب شو معقول نحضر ماكولات ان كان ديسيرات او ان كان حيلا نوع من الخبز او ايفن البيتزا المنقيش، كل هولي كيف معقول احضرهم بس يكونوا جلوتين فري؟ فمشان هيك قررت انه كل فتره اقطع روسيت تكون جلوتين فري، حتى كمان هولي الاشخاص اللي عم يعملوا هيدا السيستم من الدايت يكونوا عم يستفيدوا كمان من الريسيبي تبعولنا. فاليوم حتكون الرسالة تبعولنا هي بما أنه اليوم نهار الجمعة وعودتكم أنا نكون عم نعمل دسير، رح نعمل نوع من الكوكيز جلوتين فري كوكيز مع بينات باتر، ورح نحكي شو هن أنواع الطحين اللي فيها استعملهم حتى حضر هالأنواع من الرسالتات، وين معقول لقيهم وكيف معقول لقيهم أو وين موجودين بيكونوا بقلب السوبر ماركت، وهل هينة أو صعبة أنه تتحضر. أكيد هينة، very easy مثل العادة بقلك، دايما التزموا بالمكونات اللي بقلكن اياها وشوفوا انكم رح تحصلوا على النتيجه اللي انتم بدكن اياها. اول شيء تنحكي عن شو هن انواع الطحين اللي معقول استعملهم معقول يكونوا جلوتين فري. لما اقول جلوتين فري يعني بده يكون الطحين خالي من القمح. خالي من القمح يعني دغري بتجه على طحين الرز او طحين الكوكونات او اللوز، او حتى صرنا عم نشوف هلا اكيد بالريسيبتات ما نستعمل الكينوا، بس كمان صار في عندي طحين الكينوا، عندنا طحين الحمص، يعني عندنا كذا انواع من الطحين اللي فيه، واكيد الشوفان اللي هو نمبر 1 اللي عاده بتشوفوه اكثر شيء بمتناول اليد. فالجلوتين فري هو اللي كل هالانواع الطحين فيه يكون عم بستعملهم بالريسيبيز. هلا في اشياء تزبط فيها طحين، تزبط بطحين الرز، في اشياء بنوع ثاني من الطحين، مش هون الاساس. الاساس انه كل ما اعطيكم الرسات تكونوا عارفين شو هن، شو هو الباز تبعولها او شو انواع الطحين اللي معقول استعملها. اليوم حبيت استعمل بما انه هي اول حلقه بنعملها جلوتين فري، حبيت استعمل ثلاث انواع من الطحين. اول طحين استعملته اللي هو طحين الرز، ثاني طحين استعملته اللي هو طحين الكوكونات او جوز الهند، وثالث طحين استعملته اللي هو الشوفان.
ثلاث أنواع من الطحين الوزن تبعولهم مفروض يكون خليط، الخليط تبعولهم إذا بدكم وزنهم مفروض يكون كلهم سوا 400 جرام. بدي أضيف لهم سكر أسمر مع سكر أبيض، نص كوب سكر أسمر نص كوب سكر أبيض، أو فيكن تحطوا الكوب كامل سكر أسمر أو الكوب كامل يكون سكر أبيض. زبدة 200 جرام. بالنسبة للزبدة، الأشخاص اللي قاطعين الديري برودكتس على الآخر يعني المشتقات الحيوانية بيستعملوا 200 جرام زبدة نباتية، مع أنه الحيوانية بتعطينا كأطيب وأكيد هيدا ما منفكر فيه مرتين، بس الأشخاص اللي قاطعين الديري برودكتس بيقدروا يكونوا عم بيحضروا هيدا الريسيبي بس بالزبدة النباتية. وأكيد عندي بيضتين اللي ما بيأثروا نهائيا على الريسيبي تبعولنا. وهون بدي أقول شغلة، أنه طحين الرز والشوفان والكوكونات منلاقي صعوبة فيه غير لطحين القمح العادي، أنه الروسات تاخد بعضها لحالة، فمشان هيك أنا بحاجة لليكويدز زيادة وأنا بحاجة لشيء يخليها ترفخ، فمشان هيك حطيت بيضتين لهيدي الكمية. وزيادة رح كون عم بخلي العجينة تتاخد بعدها بدي ضيف لها نص كوب من المي وملعقة صغيرة بيكنج باودر. هون بالنسبة للبيكنج باودر كمان بدكم تنتبهوا انه يكون جلوتين فري، لانه البيكنج باودر كمان بيدخل له نوع من انواع النشويات، فانتبهوا كتير منيح انه كمان البيكنج باودر غير الطحين مفروض يكون جلوتين فري. واكيد عندي زبدة الفستق او البينات باتر، حاجة عيد هيك ان جنرال شو هن. فاذا عندي 400 جرام من الطحين جلوتين فري، انا استعملت ثلاث انواع طحين، الرز الكوكونات والشوفان، جمعتهم كلهم مع بعضهم. هلا رح نجمعهم كلهم مع بعضهم ونضيفهم على العجينه تبعولنا. على الزبده 200 جرام، كوب من السكر فيكون اسمر الكوب كامل او نص اسمر نص ابيض، مع بيضتين، رشة فانيل، ملعقة صغيرة بيكنج باودر ونص كوب من المي. كلهم بينحطوا على العجينة، بنعجنهم كلهم سوا مع بعضهم حتى يصير في عندي عجينة كاملة ومتكاملة. فأذن رح نبلش. أول شيء ببلش بالزبدة، مثل ما الرستات عادة اللي بيكون بقلبها كمية زبدة عالية دايما أنا ببلش بالزبدة. فزبدة مع السكر بحطهم بالعجينة مع الكف، هيدا هو الكف اللي دايما بحكي عنه، انه لما اكون عم بحضر العجينه للسابلي او غيره بستعمل هيدا الشيء، او في اعملها على ايدي ما في بروبلم ابدا. بالنسبه للزبده وقد ايه مفروض تكون سمكتها، مفروض تكون دايبه بس مش مي، اوكي دايبه بس مش مي، يعني بحراره الغرفه بس انه ما يكون نهار شوب كتير. فاذا 200 جرام زبده منضيف لقلون كوب من السكر نص أسمر ونص أبيض، فإذا نص كوب سكر أسمر ونص كوب سكر أبيض. مندور العجينة حتى الزبدة والسكر يبلشوا ياخدوا بعضهم، وانس أخدوا بعضهم بضيف البيض، بيضة ورا التانية، برجع بحط الفانيل والبيكنج باودر، واخر مرحله بضيف الطحين. فاذا زبده وسكر والبيض نرجع بنضيفه بالمرحله الثانيه لما اشوفهم هيك بلشوا ياخذوا بعضهم. هلا اذا كانت الكميه شوي قليله ب قلب العجينة ما في مشكل ابدا، اذا ضفتوا البيضة ما في بروبلم حتى تاخد بعضها اكتر واكتر، واذا عم تعملوها على ايدكم اكيد تتحكموا فيها بعد احسن. فاذا منضيف البيض، بنرجع منضيف رشة الفانيل وملعقة صغيرة بيكنج باودر، وانتبهوا للبيكنج باودر انه كمان يكون جلوتين فري. لكن رح ارجع اذكر بالنسبه للجلوتين فري شو هن الاشياء المعقول يكونوا جلوتين فري. فاذا كل انواع الطحين الخاليه من القمح، انتبهوا كثير منيح لما احكي عن طحين خالي من القمح، يعني في احكي عن طحين الرز، طحين الذره، طحين الكوكونات، طحين الشوفان،
طحين الحمص، طحين الكينوا، يعني صرنا عم نشوف كل انواع من كل هالانواع بقلب السوبر ماركت، على قد ما صرنا عم نسمع بهالمشاكل انه في كثير اشخاص عندها مشاكل بالجلوتين فري، ويوجوالي الاشخاص اللي عم يعملوا بيكونوا دايت بالجلوتين عاده بمشوا لهم كمان انه يوقفوا الديري برودكتس لانه كمان الحليب ممكن يكون عم يزعجهم، فبهيدي الحاله اذا كنتوا بدكم تستعملوا زبده تستبدلوا الزبده الحيوانيه بالزبده النباتيه. فإذن بقويها شوي صغيرة حتى البيض والزبدة والسكر يبلش يذوب السكر بقلبه. نرجع منضيف رشة الفانيل، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وكمان منكمل خلط تا ارجع بالمرحلة الثانية بلش ضيف الطحين. وهون انتبهوا كثير منيح، كل نوع من انواع الطحين بيتطلب كميه مي مختلفه، بس انا لانه مزج لثلاث انواع فمشان هيك انا بحاجه لنص كوب من المي. وبقلب العجنه كمان بدي احط ملعقه صغيره بينات بوتر لانه بتعطيها نكهه كثير طيبه. هلا اخذوا بعضهم رح ضيف ملعقه البينات بوتر، الباقيين رح خليهم حتى من بعد ما اخبز الكوكيز احشيهم بالبينات بوتر، تعطيها نكهه كثير 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 طيبه. وانتبهوا كثير منيح، هدول الانواع من الكوكيز لانه معمولين بهيدا النوع من الطحين بدكم تنتبهوا كثير منيح انه رح بتحسون هيك شوي متربين، يعني بتحسون انه عم يفرطوا ومنا طعمه الطحين اللي نحن معودين عليه، سو ما تستغربوا لانه هيدا النوع من الطحين هو هيك. إذن عم ضيف لثلاث أنواع من الطحين وبرجع بدور العجينة على الخفيف قبل ما ضيف المي. فإذن رح أرجع عيد أنا هون شو حطيت، فإذن في عندي أول مرحلة 200 جرام زبدة فيها تكون نباتية وفيها تكون حيوانية، بس أكيد الحيوانية بتعطي نكهة كتير أطيب. ضفنا لإلهم كوب من السكر، نص كوب أسمر والنص التاني أبيض، رجعت ضفت لإلهم بيضتين كاملين مع رشة فانيل يعني ملعقة صغيرة من الفانيل مع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، كلهم خلطتهم مع بعضهم، بس الزبدة والسكر يعني حسيت السكر بلش يدوب بقلب الزب مع الزبدة ومع البيض، رجعت ضفت الطحين 400 جرام من الطحين المخلوط، استعملت طحين الرز مع طحين الشوفان مع طحين الكوكونات. هلا العجنة بشوفها عم بتبلش تاخذ بعضها، بس البيض والزبدة منهم كافيين انه يخلوها تاخذ بعضها، بعكس على العجينة العادية نحن بنكون عم نحضرها بالطحينة العادي، الزبدة والبيض تلقائيا تاخذ بعضها العجنة من دون ما اضطر اني اضيف لها مي. بهالانواع من الطحين لا، انتم بحاجة انكم تضيفوا مي، فمشان هيك بتحسون للكوكيز دايما بيكونوا بيقرشوا اكثر لانه بتميل البات انها تكون بريزي اكثر من ما انها تكون بات عادية. فهلا منطفي والمي بنكون محضرينهم، المي بحرارة الغرفة ما ضروري تكون سخنة او فاترة عادي، وبنرجع مندور. والمي دائما تضيفها على مراحل لانه بحسب نوع الطحين اللي انتم عم تستعملوه انتم حتكونوا بحاجه للمي، بتضيفوا مي لدرجه انه تشوفوا انه العجنه اخذت بعضها وصارت متماسكه. هلا في كثير اشخاص ممكن يسالوني طيب ما بنحط لها خميره؟ ما في لزوم للخميره ابدا لانه حطينا بيكنج باودر. فاذا البيكنج باودر والبيضتين لهيدي الكميه من الطحين هن كافيين انه يخلوا الكوكيز يرفقوا. وبالنسبه للخبز هون بدكم تنتبهوا لشغله، بالنسبه للخبز الخبز بده يكون بحراره 180، الفرن بده يكون حامي، الصينيه بدها تكون ما بتلزق هي الدبوله، وبدها تكون الصينيه بنص الفرن وبتتركوها على رواق حتى الكوكيز ترفخ حتى ما تاخذ لون من تحت ومن فوق وتضلها من جوا معجنه، انتبهوا لهيدا الموضوع. فاذا الصينيه بنص الفرن، الحراره من تحت بس،
180 درجة تنطروا حتى ترفخ الكوكيز، وهي اوتوماتيكلي بس تشوفوا كعبها بلش يشقر ورفخت، يعني اوريدي استويت من جوا. ساعتها إذا بدكم تعطوها لون أشقر من فوق بتدوروا لها شوي صغيرة من فوق 3 دقايق لأربع دقايق وبتصير جاهزة لإنه نستعملها. فإذا هون العجينة أخذت بعضها، هي دفلق بعد شوية صغيرة من المي و بصير فيي اشتغل فيه. هلا اذا ما بدي العجينه تكون طعمتها بس فانيل وبينات باتر، فيي يعني اذا بدي اعملها هيدي العجينه والحشوه تكون مختلفه، فيكم تضيفوا لها جوزة الطيب، فيكم تضيفوا لها ينسون ناعم، فيكم تضيفوا لها هدول الانواع من البهارات، هول ما بيأثروا نهائيا، بالعكس بتكونوا عم بتنكهوها وعم تعطوها كمان نكهه طيبه. هلا بالنسبه لكيف بدي اعملهم، لاي شكل بدي احضرهم، كثير هينه، ليكو قد ايه العجينه هين انه نشتغل فيها. فيري ايزي وكثير هينه. فيكن تمدوها وتقطعوها بالمقاطع تبع السبلي، وفيكن بس بكل سهولة بتعملوها بول ونكبسها بشكل قرص. برجع بجيب شوكة وبالشوكة بعمل لها شكل على وجهها وبحطها بقلب الصينية، وضروري جدا انه صينيتنا تكون ما بتلزق، هيدي شغلة بدكن تنتبهوا لها. فإذا بول صغيرة بتزغروها تحتى، لانه بدكم تعملوا حسابكم انه بدها ترفخ، فتحتى ما ترفخ كثير بتزغروها بتعملوها بشكل قرص وبتحطوها بقلب الصينيه. هلا هو دائما بتاخذ ايدكم مع الشغل مع الوقت تصيروا تعرفوا قديش القرص مفروض يكون تحتى يطلعوا كلهم قد بعضهم. اذا عم يطلعوا كل قرص شيء فيكم على الميزان تزينوا كل بول وترجعوا تعملوها هيك حتى يطلعوا كلهم قد بعضهم. فإذا رح ارجع عيد شو هي الروسات تبعولنا. اول شيء حطينا 200 جرام زبده، رجعنا ضفنا لهم كوب من السكر، نصه سكر اسمر ونصه سكر ابيض. وهون بدي اقول شغله انه نحن عاده بنفكر انه السكر اسمر فيه كالوريز اقل، which is انه لا، السكر الاسمر والسكر الابيض الكالوريز هن زيتهم بقلبه نفس الشيء. الفرق انه السكر الابيض نشغل عليه حتى يصير سكر ابيض، فهيدي انتبهوا لها، يعني انه اذا استعملتوا سكر اسمر كله الفرق انه العجينه بصير لونها ضارب على سمار اكثر، بينما اذا استعملتوا السكر الابيض بضل لونها ابيض. هلا انا حتى ما تطلع كثير 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 غامقه فمشان هيك استعملت الاثنين سوا. فاذا اندوت روح حطيتهم هيك، برجع بجيب الشوكه وبالشوكه بعملهم بهيدا الشكل وبرجع بدخلهم على الفرن. هلا انا كنت محضره اكيد بس حتى كنت محضره تحت الهواء حتى بس فرجيكم بالاخر كيف بدها تطلع. يحيي هيك عملناهم بالشوكه بهيدا الشكل. بنرجع على الخبز، من بعد الخبز بيطلع معنا هيك، فيكم ترققون قد ما بتكون، انا حبيت رققهم زياده. برجع وبقول لكم ليه، لانه هيدا النوع من الطحين بتحسوه هيك مترب بعكس الطحين العادي، بعكس الطحين القمح، الطحين القمح هيك بتحسوه اخذ بعضه وبيدوب اكثر بقلب التم، هيدا الطحين وخاصه طحين الرز بتحسوه هيك شوي مترب ومنه دايب. هلا هيدي الروسات كثير اشخاص بيسالوني طب ما في احضرها بطحين واحد او نوع طحين واحد، اكيد فيكم تحضروها بنوع طحين واحد ما في مشكل، بس بدكم تنتبهوا لشغله انه كميه المي ساعتها بدها تختلف، فمشان هيك لما بتكون تضيفوا المي تنطروا حتى الزبده والطحينات ياخذوا بعضهم، وانس اخذوا بعضهم بتصيروا تضيفوا المي نصف فنجان قهوه ورا نصف فنجان قهوه حتى العجينه تاخذ بعضها، بنوع من انواع الطحين بتاخذ كميه مي زياده وبنوع ثاني بالعكس كميه المي بتكون جدا قليله. اوكي فهون خليهم هلا برجع بكملهم حتى نحشي شوية بسكوي أو كوكيز فإذا ناخد وحدة. أنا لأني مقررة أنه أحشيهم فمشان هيك عملتهم رقاق لأنه بدهم يصيروا 2 layers، فمنحط بينات باتر بقلبها ومنسكرها كأني عم بعمل سبلة عادي نفس الشيء.
كثير البينات بوتر بيعطيها نكهه طيبه وبيكسر لها شوي من الحديه تبعولها. واذا فيكم تجيبوا البينات بوتر ما تكون كثير بوري، يعني نضلنا عم نحس بفرافيت الفستق بقلبها بعد بتطلع اطيب واطيب. هلا كمان ممكن كثير اشخاص يسالوا انه جلوتين فري شو فينا ناكل او شو فينا انا اذا عم بعمل دايت يكون جلوتين فري، شو انواع الماكولات اللي فيها اكلها؟ هل كل شيء ممنوع عني؟ اكيد لا، مش كل شيء ممنوع ابدا، بس بدكم تسالوا الدايتيشن تبعولكم في حال كنتوا ممنوعين كمان عن الديري برودكتس، يعني عن كل مشتقات الحليب، حتى تعرفوا اذا فيكم تاخذوا من مشتقات او تشربوا من مشتقات الحليب وخاصه حليب البقر. هون بدكم تسالوا الدايتيشن تبعولكم. ان كيس لا انتوا فيكم تاكلوا جميع انواع الخضار ما في مشكل ابدا، نبتعد عن الخضار المعلبه، يعني كل شيء معلبات منجرب نبتعد عنه. هيدا اول شغله. بالنسبه للفواكه، كل انواع الفواكه كمان مسموحه الا الفواكه كمان المعلبه، يعني سلطه فري اللي بتكون معلبه، الكومبوتات اللي بيكونوا معلبين. هون بدكم تطلعوا على المكونات تبعولها للعلبه اذا كان داخلها نوع من انواع الجلوتين ايه او لا. ثالث شيء النشويات اللي مسموح فيها، كل الرز على انواعه، الذره على انواعه، الفول، الحمص، هول كلهم مسموحين، بس الاشياء اللي دخلها القمح هي اللي ممنوعه. والكورن فلاور بدكم تنتبهوا له كمان انه بيكون كمان دقيق كثير، فمشان هيك بيكون دخله الجلوتين. بالنسبه للحوم، كل انواع اللحوم مسموحه الا الاشياء المقليه، يعني كل شيء فيش فينجر، تشيكن ناجتس، اللحوم المحضره بالقمح، يعني هول المقاني، السجق، البسطرمه، والهول الاشياء الكثير دسمه هول بتكون تبتعدوا عنها. بالنسبه للحليب ومشتقاته كمان فيكم تشربوا جميع انواع الحليب ان كانت طازه او لا. هو بالنسبه للاشياء الممنوعه بتكون تشوفوا الكاكاو اذا دخله شيء، الاشياء اللي كمان هيك بتبقى كميه الفات بقلبها كثير كبيره بتكون انتبهوا لها، الحلويات، المربى، عسل، سكر ابيض، سكر اسمر، دبس، هو كلهم مسموحين. الاشياء اللي مش مسموحه هن الاشياء اللي محضره بقلب السوق، البوزه وغيرها. والمواد الدهنيه مثل ما قلت لكم فيكم تستعملوا جميع الانواع الا اذا ممنوعين عن الاشياء الحيوانيه، ساعتها بتميلوا على الاشياء النباتيه. والبهارات وهول الاشياء كمان مسموحين، بس الكاتشب والخردل وكذا هول كمان بدكم تنتبهوا لهم. ما بعرف شاء الله اكون اعطيتكم تيبس حلوين اليوم بالنسبه للاشياء اللي هن جلوتين فري والاشخاص اللي عم يعملوا دايت بالجلوتين فري، وكون اعطيتكم ريسيت كمان تقدروا تستفيدوا منها. برجع وبقول لكم دائما انه سبيشال ريكويست انا جاهزه دائما اني لبيهم، اذا عندكم شيء حابين انكم تتعلموا نحن دائما ردي انه نعطيكم اياه. انا برجع بشوفكم الاسبوع المقبل ان قلرات بحلقه جديده وان شاء الله بتبس جديد. باي باي. تابعين مشاهدينا صبحيتنا ضمن احلى صباح. لعبه الشطرنج لعبه بدها تركيز جدا عالي، وحلو نكون عم ننمي موهبه لعبه الشطرنج عند الفئات العمريه الصغيره. بهالاطار نظم الاتحاد اللبناني للشطرنج بطوله لبنان للفئات العمريه دون 8 سنوات، وفازت بالمرتبه الاولى عن فئه الاناث ضيفه اليوم وهي جيسيكا كبيسه، عمرها 6 سنوات ونص، وهي بطله لبنان بفئتها العمريه، وهي مرفقه اليوم مسلم نصر الله وهو مدربها بالشطرنج. صباح الخير. صباح الخير جيسيكا. صباح النور. اهلا وسهلا فيك باحلى صباح، ومبروك الانجاز اللي حققتيه انك فزتي ببطوله لبنان للشطرنج بفئه الاناث اللي ما دون 8 سنوات، وعم نشوف هون الكاس اللي حضرتك رجعتيه على البيت، يعني الكاس ما له اكبر منك، انما سعيدين جدا تكون عم تحقق هذا الانجاز لإلك لعائلتك وايضا للبنان. جيسيكا عرفينا اكثر عن حالك، قد عمرك، وين بتدرسي، خبرينا اكثر. عمري 6 ونص. 6 ونص؟ وين بتدرسي؟ أي مدرسة؟ بسان جورج. بسان جورج. اليوم فزتي ببطولة لبنان للشطرنج، خبرينا كيف كانت هالبطولة؟ كانت صعبة. صعبة. بس لأنه أنا تدربت بالبيت ربحتها. هلا رح نحكي شوي أكثر مع مسلم عن كيف تدربتي وكيف ممكن بهالعمر
بنت صغيرة تقدر تفوز بهيك بطولة وتكون فعليا عم تفهم الشطرنج. لنرجع لموضوع الشطرنج، الشطرنج لعبة صعبة مسلم، بدها كتير تركيز، بدها استراتيجية، بده شخص يكون عم بفكر. قد ايه مهمة هيدي اللعبة على مستوى الإنسان؟ صح. هلا بالنسبة للشطرنج، الشطرنج هي اللعبة الوحيدة، ذكرنا قبل، اللعبة الوحيدة انه هي فيها 0% حظ، ما فيها حظ ابدا، كله بيعتمد على المنطق وعلى تحليل وعلى الكالكوليشن. يمكن الحظ الوحيد انه يكون الاوبوننت تبعك او العميل نفسه ما مش فاهمين شطرنج. حتى هيدا الموضوع بمحل من المحلات، انت بالبطوله بتوصل لسكور بوينتس معين، ما عادش يجيك حدا سهل. خلص انت مثلا ربحان 3 جيمز، بده يجيك حدا ربحان 3 جيمز وبالتالي المستوى عم يعلى. بالنسبه لجيسيكا، هي مش اول بطوله لها ببطوله لبنان، هي شاركت سنه 2023 ببطوله لبنان لتحت الست سنوات. والاتحاد اللبناني للشطرنج بينظم بطوله للفئه العمريه، للفئه العمريه تحت الست سنوات، وهي شاركت فيها وكمان جابت مركز اول. فهي مركز اول تحت الست سنوات، ورجعت طلعت على تحت الثمان سنوات كمان حافظت. يعني كل ما عم تكبر عم بتقدر تنافس بفئتها العمريه وتحافظ على صحيح. على الصداره. اليوم ما شو تصنيفها العالمي لجيسيكا؟ عالميا جيسيكا هي مركز تصنيف، عندها تصنيف رقم واحد عالميا بشطرنج لمواليد 2017 اناث عالميا. بس انت بهذا التصنيف اعطيها اياه الاتحاد الدولي للشطرنج. نعم. وبالتالي هو المنظم العالمي لهذه اللعبة، فهي عندها هذا التصنيف من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج. أكيد ورقم جدا فخورين فيه، لأنه أنت عم بتمثلينا وعم بتمثل لبنان كمان بالخارج لما تكون عم بتشارك ببطولات محلية أو حتى بطولات بالخارج. عم نحكي عن لعبة الشطرنج، قلنا فيها كتير رولز لعبة الشطرنج وبدها كتير تفكير. لما شخص يتعلم لعبة الشطرنج شو بتفيده على مستوى الشخصية على مستوى الحياة؟ النظرة العامة للشطرنج أنه هي الشطرنج للأذكياء بس أو عندهم قدرات ذهنية، إنما الشطرنج مش مزبوط. الشطرنج لتطور هاي القدرات الذهنية، الشطرنج بتطور لك التركيز والبروبلم سولفينج سكيلز، حل المشاكل واللوجيك والتصور لبعدين، بتطور القدرات الذهنية. صحيح هي للأذكياء وبيبرعوا فيها الأذكياء، إنما كل العالم لازم يلعبوا شطرنج كرمال يطوروا هيدا القدرات الذهنية. وفي كتير أهالي بتضوي على هذا الموضوع كرمال تطور قدرات الذهنية لأولادها، وفعلا هي بتوصل لهالموضوع. جيسيكا شو رأيك بهالحكي كله؟ موافقتي لمسلم؟ شطرنج شو بيعلم فعليا؟ شو لما تكوني عم تتعلمي شطرنج أو عم تمارسي هيدي الهواية، شو بتحسي عم تعملي؟ عم تتعلمي شي جديد؟ عم بتنافسي حدا؟ عم بتفكري كيف تحلي مشكلة؟ عم بتعلم شيء جديد، بنفس الوقت عم بنبسط بهالشيء الجديد. في صعوبة اليوم بإنك تنافسي حدا بلعبة الشطرنج ولا بتلاقيه موضوع سهل؟ مو في شيء صعب ولا سهل، حسب الأوبوننت. إذا أدفانس، يعني حسب مستوى الشخص اللي عم بينافسك، إذا هو متقدم كتير ومعقول يكون ساعتها صعب انك تكسب اللعبه، اما اذا كان هو بعده مبلش جديد بالشطرنج ممكن يمكن بسهوله انك تتغلب عليه. لنحكي شوي عن الشطرنج بهيدا العمر، باي عمر ممكن نبلش نعلم اولادنا الشطرنج؟ هلا نحن بجمعيه كلمات، جمعيه علميه تربويه، نحن بنبلش مع فئه عمريه 4 سنين، يعني 4 سنين بنبلش نعلم الشطرنج، بنبلش نعلم البيزكس وبعدين ننطلق، يعني منخلص بيزكس منروح لأشياء تانية، تاكتيكس واستراتيجيز وهالبرنسبلز وهالأمور الخاصة بالشطرنج. عنا منهج تعليمي فرندلي للصغار وقادرين يستوعبوه بسهولة وما يحسوا أن اللعبة صعبة. ونحن بنحاول قد ما فينا خلال البيزكس نكون قريبين من الأطفال حتى ما يحسوا انه هي صعبه او يكرهوها او يرفضوها من مبكر. يعني مسلم في قواعد كثير ورولز للشطرنج، في صعوبه عند الاطفال يقدروا يحفظوا كيف بيتحركوا البيسز على التشيس بورد؟ هو هذا عم نشتغل عليه نحن، انه من الاطفال ما يلاقوا هيدا الصعوبه. هي في رولز كثير، بس عم نحاول نحن قد ما كان عمليه التعليم تكون فريندلي للصغار وقريبه لهم وما يلاقوا اي صعوبه. ونحن الحمد لله يعني عم حلينا الموضوع. يعني اليوم عم تحكي عن جمعية كلمات، هالجمعية هي ويكبت ورفقت جيسيكا وساعدتها توصل كمان لهالمستوى وتكون عم تكسب الرهان ببطولة لبنان. فعليا كيف صار تدريب جيسيكا؟ بدي اسمع منك وبدي اسمع منك كمان كيف تدربت، قد ايه بتتدرب، كم ساعة بالنهار، خبرينا. بتدرب ساعة ونص او ساعتين بالنهار كل يوم؟ كل يوم. مع مين؟ لحالك ممكن تتدربي لحالك من دون ما يكون في ممكن، وشي مرات بكلمات في تدريب. اوكي، بتفضلي يكون المنافس من مستواك ولا يكون سهل؟ فضل يكون صعب عشان اخذ اكسبيرينس. اوكي،
كل ما تحديتي حالك اكثر كل ما تحسنتي بمستوى الشطرنج. فعليا خبرنا كيف عم بيصير التدريب مع جيسيكا. تدريب جيسيكا اول شيء مشوارنا بلش بجمعيه كلمات من تقريبا من سنه ونص مع جيسيكا. تم اكتشافها من قبل المدربه ساره نصر الله. يعني كان عمرها 5 سنين جيسيكا. كان عمرها 5 سنين وشاركت ببطوله لبنان تحت 6 سنوات مثل ما خبرتك انه هي حققت بطوله لبنان بوقتها. تم اكتشافها من بتقول اكتشافها، هل فعليا في موهبه في شيء بيخلق مع الانسان او في شيء لازم يكون مكتسب؟ هلا تختلف البوتنشلز عن شخص وشخص، يعني في شخص بيعطي اكثر من شخص، كله عم ياخذ التدريب اللي لازم، انما في اشخاص بيبرعوا اكثر من الثانيين، وبالتالي هذا الشيء اللي خلق مع الانسان. يعني بلشت التدريب من عمر صغير، من عمر 5 سنين، وتطورت حققت بطوله، كانت بوش كثير كبير لها انه هي حققت بطوله لبنان تحت 6 سنوات، وضلت متابعه، صرت مواكبه بكل البطولات وعم نطور نحن بهالموضوع. من بعد ما حققت بطوله لبنان 6 سنوات تابعتها انا، وصرنا عم نشتغل على موضوع بطوله لبنان تحت 8 سنوات، وصار عندنا بعد في عندنا اهداف كثيره ب 2024 وحتى بعدين. يعني جيسيكا قلت لك هي بتتدرب لحالها. كيف بيصير التدريب؟ شخص بيتدرب لحاله ولا لازم في شخص بيتدرب لحاله؟ هو المهم يعمل براكتس، وفي نقاط معينه لازم يشتغل عليهم من قبل توجيهات الكوتش، وطبعا خلال البطولات هلا اكيد في حصص دائمه مع الكوتش، وخلال البطولات بيصير في حصص تدريبيه مكثفه. وهذا اللي صار خلال قبل بطوله لبنان، بالمباريات الحاسمه ببطوله لبنان صار في حصص مكثفه لحتى نقدر نجيب البطوله باريحيه. يعني مسلم التدريب بتعب ذهنيا، يعني بيخرج منه الولد تعبان كانه عمل افور فينا نقول رياضه بمكان. هلا هون حسب شغف الشخص. هلا اكيد في محل بده يوصل الولد انه خلص ما عادش قادر يركز. بهالنقطه كان عندنا نحن مباراه بيوم من الايام، فقبل بيوم كان عندنا تدريب انا وجيسيكا، وكانت هيدي المباراه حاسمه ببطوله لبنان، فقعدنا انا وياها تقريبا شي 5 ساعات أو 6 ساعات عم نتدرب تشيس قبل بنهار من البطوله. فانا قلت لها انه خلص بزياده هون خلص ما عادش بدنا نتدرب. هي قالت لي لا بدنا نكفي وبدنا ما خلصنا تدريب. انا قلت لها خلص ما عادش بدنا. هي مصره كانت تكفي. بتتعب بالتدريب جيسيكا ولا الموضوع بيسلي؟ الموضوع بالسلح حسب الواحد، إذا تدرب 6-7 ساعات ممكن يتعب، ممكن يمكن ما يتعب حسب كل شخص قدي بيتحمل. هلأ عم نعرف أنه أنت بتحب تتدرب لساعات طويلة. كم شخص نفست بالبطولة لكسبت هيدا الكاس؟ كم شخص مع كم منافس كنت؟ مع 6 ألعاب لعبت جيسيكا وفازت فيهم كلهم. فازت بخمسة وتعثر كان بتعادل. رغم هذا الشيء قدرت حققت 5 انتصارات وهو على سكور بوينت بالآخر، وبالتالي 5 انتصارات وتعادل صار معها 5 نقاط ونص، وما حدا كان معه هذا السكور، فهي كانت بطلة. اليوم أكيد في دور كتير كبير للمدرب ليكون عم بيساعدي، في كمان دور لأهلك اللي مرفقينك كمان بهالرحلة وبهالهواية. خبرينا قدي أهلك جيسيكا كمان بيدعموك وبيساعدوك بموضوع الشطرنج. أمي وبي بشجعوني كتير، كتير بحبوني وكتير انبسطوا بس ربح. أكيد هني فخورين فيك مثلنا كلنا، لأنه كمان ناطرين منك بعد إشي أكبر وأهم بالمستقبل. قد مهم مسلم دور الأهل كمان بتنمية مواهب أطفالهم شو ما كانت تكون، بالشطرنج أو بغيرها. بالنسبة لجيسيكا اللي وصلته جيسيكا لهون هو نتيجة تكامل، أول شيء البيئة اللي ربت فيها جمعية كلمات والهيئة الإدارية اللي كثير دعمت، والفريق العمل من أساتذة، وموهبة جيسيكا، وما بدنا ننسى أكيد دور الأهل، وهون حنحكي عن دور الأهل. نحن قليل ما نلاقي أهل بيهتموا لهالدرجة مثل ما أهل جيسيكا اهتموا. يعني في قطعت فترة من الزمن تقريبا بطل يطلع مشاوير، كل احد يكون في عنده تورنمنت، كل احد يكون عنده هذا سر من اسرار النجاح، انما كل العائله بتكون انفولف، بتصير كل العائله يعني كمان بتستثمر وقتها بالشغل. بيا يعطيه الف عافيه. ضل تقريبا فتره 5 أشهر أو 6 أشهر كل احد يطلع معه على بطوله، هو يوم عطلته يكفي معه ويتابعه ويضل معه للاخر، وين في تدريب بفيد جيسيكا عم يروح عليه، وهذا الشيء اللي وصل لهون. عم نشوف بعض الصور من تدريب جيسيكا. جيسيكا بتحب تخبرينا عن الصور اللي عم نشوفهم؟ هيدي الصوره وين جيسيكا؟
هيدي الصورة ببطولة لبنان. هيدا ببطولة لبنان؟ مزبوط، هيدي تحليل مباراة من بعد ما طلعت خلصت الجولة. هون بنشوفك وين على الكورنيش؟ صح صح. ممكن تلعب الشطرنج وين ما كان؟ وين ما كان. بالمدرسة، بالأوتوكار، على البحر؟ فينا نلعب كل مكان شطرنج. كم ست شطرنج عندك بالبيت؟ شي 2 أو 3. على أمل أكيد الاستديون. هون عم نشوف كمان مسلم. هيدي قبل انطلاق الجولة بكم دقيقة يعني، بأثناء بطولة لبنان كمان. جمعية كلمات تعنى فقط بموضوع الشطرنج ولا عندكم اهتمامات؟ لا، في عندها جمعية كلمات، هي جمعية علمية تربوية تعنى بعلوم الروبوت اساسا، هي اساس روبوت وكودينج. نعم. وتشيس ومنتال ماث ودروينج وستيم، في عندها كثير امور علميه وبتطور هذه القدرات الذهنيه، ونحن بهمنا صراحه بهمنا، يعني انا كتشيس كوتش بهمني الولد يكون مثلا عم يروح صوب الكودينج ويقوي اللوجيك عنده بالبروجرامينج او من خلال الشطرنج. لا، اثنيناتهم بيساعدوا بعضهم، والمنتال ماث حتى حساب الذهني، فانا بقدر استفيد من القدرات الذهنيه اللي عم استفيد منها بمحل ثاني بالتشيس والعقل الصحيح. فهذا شيء مهم. يوم جيسيكا حققت، عم بتحقق نتائج مذهله لعمرها، انما هي الاراد رح تستمر بهذا الطريق، وكل ما تتقدم اكيد كمان بالنضج وبالسن رح تكون كمان عم تضلها تلعب شطرنج. شو فينا نعمل اليوم لنواكب جيسيكا لنكون فعليا عم نهيئها لانتصارات وانجازات اكبر على مستوى العالم؟ هذا موضوع نحن بهمنا كثير بهالفتره، لانه نحن عندنا محطات جايين عليها بهي السنه والسنوات اللي جايه. تحقيق بطولة لبنان احنا ما وقفنا عنده، ان شاء الله طبعا خلص ما وقفنا عنده، قطعنا هذا اول تارجت كان. ان شاء الله بدنا نروح على بطولة العرب وبطولة العالم، نشوف بما انه نحن حاملين تصنيف رقم 1 بالعالم، نحن من اول منافسين بالنهايه. ان شاء الله بنحقق هذه البطولات. بالنسبه لتدريب جيسيكا، نحن عم نحاول قد ما فينا نطور من هالتدريب، ما نوقف محلنا. شو المطلوب؟ مطلوب هلا لا شك انه هو نحن بحاجه لدعم معنوي ومادي، يعني كرمال طبعا بالنهاية الرعاية لكل أنواع الرياضة بحاجة لها. صح صح، لحتى نقدر ننافس عالميا يعني فعليا بنكون عم نستثمر بموهبنا، عم نستثمر ببلدنا، لأنه نحن قادرين نوصل. أنا على يقين أنه نحن قادرين نوصل، ونحن كمان واثقين. جيسيكا بتحب تكوني عم بتنافسي مع ناس من غير جنسيات من غير دول؟ خبرينا شو حابة تعملي بعدين بموضوع الشطرنج من بعد ما فزتي ببطولة لبنان. من بعد ما فزت بطولة لبنان أنا حبيت أتدرب عشان أصير جراند ماستر. أوكي. أو أي أم يعني إنترناشونال ماستر، أو أف أم يعني فيديو ماستر. شو بيعمل الجراند ماستر؟ جراند ماستر بيلاقي موفز كتير حلوين يربحون الجيم. أوكي. اليوم انت وين كيف بتتعلمي هالموفز الجديد؟ بتحضري كمان ناس عم بيلعبوا شطرنج، كمان العاب بتتابعي كيف عم بتصير كمان لتتعلمي انت؟ ايه. بتقدر تستوحي منهم؟ تتعلمي كمان الاستراتيجيه كيف بتصير بموضوع الشطرنج؟ ايه. وبالمستقبل بهمك تصيري مثل مسلم عم تعلمي كمان الشطرنج لغيرك؟ اليوم الاشخاص اللي حواليك تدعيهم يكونوا عم يتعلموا لعبه الشطرنج، خبرينا. ايه. شو بدنا نقول اليوم للاشخاص اللي بعمرك يمكن ولا مره لعبانين شطرنج؟ شو بتحب تقولي لهم اليوم جيسيكا؟ اللون انه اول شيء اذا بدكم تلعبوا شيء غير شطرنج، انتوا تلعبوا الشيء اللي بتحبوه، الشيء اللي ما بتحبوه ما تلعبوا الشيء اللي عندكم تالنت فيه اعملوه. كل شخص منا عنده تالنت وعنده اكثر من تالنت، حلو نكون عم نكتشف مثل ما قلتي هيدا تالنت ونكون عم ننميه، وانت الحمد لله عن عمر صغير قدرتي تكتشفي موهبه كبيره، متمنى اكيد تكبر مع السنين وتوصلي بعد اكثر لمراتب اهم، مش بس بلبنان انما ايضا بالعالم العربي والعالم. مسلم، كلمه اخيره لك، شو رساله كمان اللي حابب توصلها اليوم من خلال جيسيكا أبيسي؟ من خلال جيسيكا انا بقول جيسيكا هي نموذج لشخص لقى التكامل من خلال فريق عمل واهل ومدربين وموهبه، بحاجه نحن لكل هالفريق العمل اللي بدنا نلاقي مثل جيسيكا كثير اشخاص ويقدروا يبرعوا. يعني هي مش انه بس جيسيكا، لا، في كذا حدا فيكون مثل جيسيكا وحتى يكفي بالطريق. لازم نكون عم نكتشف هالموهبه اللي عم نستثمر فيها من عمر صغير، ومثل ما هي قالت انه مش ضروري بالتشيس، يعني الموهبه الشخص بحبها لانه شغفها هي وصلها لهون، وشغف اي شخص حيوصله لمحل اللي بده اياه ويبرع فيه.
هيدا الرسالة رح نحملها اليوم، نتعلق نكتشف شغفنا ونتعلق فيه، أكيد رح نكون عم نبرع بالحياة. أنا بدي أشكركم مسلم نصر الله وجيسيكا بيسي لوجودكم معنا اليوم، بدي أرجع لكم مبروك، هيدا فوز لإلك لإله، وأكيد فوز لأهلك ولكلنا كلبنانيين. نحن سعيدين نشوف مواهب مثل موهبتك، على أمل بالمستقبل كمان تفوزي بمراتب أعلى وأعلى. شكرا، أهلا وسهلا. مشاهدينا بناخذ فاصل إعلاني قصير وبعده منتابع أحلى صباح مع أنطوانيت، خليكم معنا. متابعين أحلى صباح مرة جديدة، كاتب السيناريو والمخرج والمنتج مؤسس ورئيس جمعية مجتمع بيروت السينمائي سام لحود بمهام جديدة تضاف إلى 30 عام من مسيرته الأكاديمية والمهنية بالسينما والأعلام من خلال إعلان إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن اختياره مدير لمسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة بمهرجان الإسكندرية. سام لحود مؤسس ورئيس جمعية مجتمع بيروت السينمائي ضيفنا اليوم لنحكي عن هيدا الاختيار، عن هيدا الإنجاز وشو الأبكامينج. سام يسعد صباحك. صباح الخير، كيفك اليوم؟ بشكركم على هالمساحة بتعطونا إياها بتيلي ليبان، عطول بنلتقي نحن وياكم نحكي عن السينما ونحكي عن مشاريعنا. يعني أول شيء بدنا نقول لك مبروك مني ومن تلفزيون لبنان يعني على هيدا الاختيار. فعلا لبنانيين كتار عم بيرفعوا اسم بلدهم بالعالي ليضل علم لبنان وليضل اسم لبنان يعني مرفوع. هلأ وقت منحكي لبناني منحكي كفاءة، وقت منحكي لبناني منحكي إنجاز، فشو الوضع هون بلبنان؟ الوضع بلبنان اكيد كلياتنا بنعرف، يعني انا ما بحب كثير وصف الوضع على قد ما بحب نطرح شو ممكن نعمل لحتى يصير افضل، لانه توصيف الوضع تقريبا كلنا بنعرفه. بقى بنفكر انه شو هي المبادرات والخطوات اللي بيقدر ياخذوها الشباب والناس المسؤولين والاشخاص اللي بحس حاله انه ممكن يعمل تغيير لحتى يخلي الوضع افضل. أنا مع أكيد المجموعة الصبايا والشباب نشتغل مع بعضنا، عنا نفس التفكير، بنقول إنه إذا أنت موجود بهالبيت وطالما أنت موجود فيه بك تخليه يكون أفضل، بك تخليه يكون أفضل يا إما بأنك ترمم، يا إما بك تجدد تحدث، أو حتى تخلي هيك حضورك يكون أجمل وأفضل. من هيك مندل نشتغل. وهيدي التسمية بالإسكندرية يعني كأنها هيك بتأكد لقلنا، بتأكدنا يعني أكتر ما تكون، يعني أنا نحن ما بنحب كتير عرفتي كيف إنه التايتلز أو العناوين، ولكن يعني مش عم نحكي هون شو بس أكيد فعلا أكيد هيدا واقع يعني. أكيد هو بتأكد إنه عم تشتغل الشغل صح وعم تعمل الأشياء مثل ما لازم، وهيدا الشيء عم ينشاف. ومهرجان إسكندرية صار له 40 سنة لدول متوسط، وأنا الصراحة فرحت بهذا الاختيار على شغلتين. أول شيء على الصعيد الشخصي طبيعي، لأنه بيكون الواحد حقق كمان إنجاز جديد بالكارير تبعه، ولكن على الصعيد امتداد سينما لبنان مثل ما أنت قلتي، لأنه البروغرامرز اللبنانية صحيح قليل موجودين بالعالم، ولكن عم يعملوا أثر مطرح ما هن موجودين. وأنا غير عن أني موجود بمهرجان الإسكندرية، صار لي 5 سنين موجود بمهرجان الرباط للسينما المؤلف كمان كبروغرامر للأفلام القصيرة، وأكيد بالمطرحين بجرب يكون في حضور للسينما اللبنانية. أوقات شوي بيقولوا لي خلص ما بقى تتحيز للسينما اللبنانية، ما عليه إنه عم تحط كتير أفلام، بس إنه هيدي الشغلة هيك بتصير بدمنا، خصوصي إنه السينما اللبنانية من الأفضل بالعالم العربي، من الأفضل. يعني بنلاحظ إنه في 3-4 دول بالعالم العربي هن متصدرين يعني الحضور السينمائي. هي مصر يعني ما فينا، في عنا تونس، عنا فلسطين، عنا مصر والمغرب ولبنان، هودي يعتبروا إلى حد ما أفضل حضور بالسينما العربية. ولكن هلأ اليوم عم بيّن مثلا بالسودان، عم بيّن أفلام من السودان، عم بيّن أفلام من الأردن، عم بيّن أفلام من السعودية كمان، يعني بتلاحظي إنه في حضور أكتر. في دول كان يبقى عندها حضور أكتر ولكن رجعت شوي لورا بسبب الظروف اللي موجودة فيها، مثل سوريا والعراق. بعد سوريا بعدها موجودة بالتلفزيون أكيد عندها حضور، وهلأ عم ترجع تقوى أكتر، وبنتمنى أنه بالسينما كمان ترجع. يعني وقت نحكي عن لبنان سام، بنحكي عن ثقافة معينة عم بجرب ينشرها من خلال السينما اللبنانية. الاغتراب اللبناني له دور كتير كبير بتفعيل يعني بيربح بمطرح من المطارح. الدول العربية وقت نحكي دول عربية، في
اختراب لبناني قد الدول البقويه، لانه بعد شوي نحن طالعين على امريكا وبالتحديد على كندا. قد مهم هيدا شغلتين كثير مهمين. اول شيء في دور للسينما اللبنانيه بتلعبه من خلال التماتكس، من خلال المواضيع اللي بتطرحها، لانه السينما اللبنانيه فيها كثير تنوع، والشباب اللبناني عم يعني نحكي الشباب يعني من 17 ل 70 سنه يعني اللي بيشتغل بالسينما اللي هو عنده نبض الشباب، بيلعب دور كتير مهم بربط الثقافات ببعضها. يعني نحن بنقدر نفهم على العرب ويفهموا علينا، وبنقدر نفهم على الغرب ويفهم علينا. من هيك بنلاحظ انه في دور اساسي للبنانيين بالسينما، لانه السينما هي اللغه اللي بتجمع الناس من بعضها. بس غريب يعني ما بدي اتشك عن حديثك، فعلا هيك الفكره روادتني. غير دول وغير بلدان وغير سينما بيحكوا بس بلغتهم. ليه السينما اللبنانيه بتحكي بلغات لانه لما عندك تنوع ثقافي، عندك تنوع ثقافي. يعني احنا عندنا ثقافتنا، اغلبيه اللبنانيين عندهم ثقافتهم اوروبيه امريكيه من ناحيه التعليم والثقافه والمدارس السينمائيه بتطبق، ولكن بنفس الوقت عندهم بعدهم المشرقي والعمق العربي والهويه العربيه. بنفس الوقت عندك التنوع الاسلامي المسيحي الموجود الايماني، يلي هيدا التنوع بخليك تلعب دور كثير اساسي بربط الناس ببعضها. اليوم البعبع العالمي بخوف المسيحيه من الاسلام والاسلام من المسيحيه، وهيدا عم نحكي من ناحية الإيمانية الدينية. من هيك منلاقي هالكلاش اللي صار بآخر 20 سنة، كلاش الديني، بيجي لبنان ليفرجيكي موديل بالمنطقة ليقول له لا ليك هودي كيف عم بيعيشوا، ليك كيف بيعملوا السينما، ليك كيف مواضيعهم موجودة، ليك كيف هويتهم بتشبه كل الناس. وهي هو رسالة فعليا للتنوع وللتعدد، لإمكانية العيش سوا. هي انا ما بحب الكليشيهات العيش المشترك، لا ما لنا عيش مشترك، العيش سوا، لانه نحن عنا نفس الهويه والبيئه اللي بتختلف اكيد من منطقه لمنطقه. ممكن اذا كنت من الجنوب وواصله على الشمال يتغير شيء بالبيئه، ولكن عنا نفس ذاته، خصوصا المجموعه اللي بتشتغل سينما وفن ومسرح. بتفرجي دائما مثل ما قلت هيدي البيئه وهيدا النفس موجود. يعني ما بنحب نقول عيش مشترك، بس اذا بدنا نحكي سينما شورت موفي عمل هون محلي ويضل بلبنان، ممكن يفرجينا اهالي الجنوب عندهم تقاليد وعادات مختلفه عن بقوه المناطق اللبنانيه. حسب الموضوع اكيد، حسب الموضوع. اذا بنطلع بشورت موفي خارج لبنان كثير بنشوف مشهديه مثلا اثنين حبوا بعضهم من اديان مختلفه، مثلا بيتفاجئوا الاجانب انه كيف عايشين بالف خير وكل هذا. هيدا هو الصراع الاساسي اللي هن بانيين عليه الخلافات. صح، بلبنان لانك السينما هي ريفلكشن، مرآة للواقع للهويه، هي منا الواقع، هي واقع معين. اكيد لما احضر فيلم سينما لبناني مش معناتها هذا هو لبنان كله، ولكن هيدا شيء من لبنان. وهالموزاييك الافلام السينمائيه المتنوعه، لانه حتى الفيلم ميكر جايين بيئات مختلفه، كل واحد عنده ناريتيف خاص بده يقوله، ولكن بيجمعنا شيء معين هو هالثقافه العامه تبعنا. من هيك عم نلعب هذا الدور ان كان بالعالم العربي او بالعالم. من هيك افلامنا مطلوبه برا، الاوروبيين والامريكان والعرب ما بدهم يشوفوا افلام تشبههم لهم. امريكا ما بدها تشوف فيلم لبناني بيشبه الافلام بتعملهم بهوليوود، ولا فرنسا بيشبه بدهم يشوفوا الشيء الهويه الحقيقيه تبعك. من هيك الافلام يلي بتصور هويه هي بتربح وبتكون موجوده بالمهرجانات العالميه. انا ببرمج كمان لمهرجان شانغاي فيلم فيستيفال بالصين، ببعث لهم فيلم واحد، بيطلبوا منا كل سنه فيلم واحد لبناني. كل سنه بنبعث الفيلم يلي بنلاقيه اكثر شيء موجود وعم يحكي. هلا السنه بعثنا فالي اوف اكزايل او ارض وادي المنفى، وهيدا الفيلم بيحكي عن العلاقه بين اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف، وكيف هيدي العلاقه موجوده شوي من العنصريه وشوي من التفاهم وشوي من العيش سوا. سو بيصور الى حد ما الواقع اللي عم نعيشه بهيدا المطرح. ودفنتلي مهرجانات السينما بتحب تشوف هيدي الافلام لحتى تعرف عن جد شو عم بيصير على الارض. وشو اللي بيكون مطلوب اكثر؟ يعني شو اللي بيلاقي هيك صدى ايجابي اكثر اذا صورت انت واقع هلا نحن موجودين فيه؟ نحن موضوع النزوح او اللاجئين والمجتمع اللبناني هو موضوع جديد أكيد على هذا موضوع، او اذا اخذنا حقبه قديمه مثلا اثنين سوا حسب الفيلم كيف موجود. يعني مثلا وقت زياد الدويري يعني ممكن ما بعرف لك كيف الابروتش الموجود فيه، كيف مصور الفيلم، الاستاتكس الموجوده فيه. كل الافلام هي مطروحه، ولكن اكيد مطرح مطارح اكثر من روح على السوشيال، الواقع الاجتماعي السياسي الى حد ما ديني. هل الاشياء مطروحه اكثر مهرجانات السينما بنطلع عليها اكثر، لانه بتفتح مجال للنقاشات على المواضيع المطروحه وبتعطي اكيد سبوت لايت عليها. هلا نحن في بعض المهرجانات بدون شك بالعالم عندها توجه سياسي وعندها اجنده معينه بتضوي على مواضيع حسب شو بتخدم الاشياء يعني اكيد بدون شك ولكن نحن بما نحن معنيين فيه بهمنا انه نحن هويتنا ومواضيعنا وقصصنا نقدر نحكيها للعالم. يعني بطبيعه الحال نحن اذا بدنا نحكي بس عن مواضيعنا ما لازم نتطرق الا للمواضيع الاجتماعيه والواقع الاجتماعي، لانه يعني مش
وقت السياسة ولا وقت الخلافات أبدا في واقع في غنى في غنى في غنى بالمواضيع الاجتماعية اللي عنا إياها. مهام عديدة أمامك. مهرجان السينما اللبنانية بدورته الثانية الثامنة بكندا. بكندا يلي رح يبلش من هلأ لبعد واحد حزيران أسبوعين تقريبا. نحن أكيد هذا المهرجان على طول بنحكي فيه. نحن هون كبير تقريبا اللبنانيين صاروا الكل يعرفوا بمهرجان السينما اللبنانية بكندا. في ثلاث مهرجانات للسينما اللبنانية بالعالم تمام. يعني خارج لبنان الأكبر هو بكندا. نحن بننظمه كبيروت فيلم سوسايتي كنيو دايمنشن اوف ذا يونيفرس موجودين بكندا. زملائي وزميلاتي هاي لاف وباتريسيا وجيلبير موجودين هناك. هيدا المهرجان هو الأكبر اللي ممتد على كل كندا. صار له 8 سنين ولكن بحجمه هو الأكبر. المهرجان الأقدم موجود بأستراليا. أصدقائنا كمان بأستراليا كميل وجيسي بنظموا الإيفنت هناك مع الفريق تبعهم. المهرجان الأحدث موجود بباريس بفرنسا. صار له عم نحضر الدورة الرابعة. كمان سارة حجار سيرج عائل عم ينظمه. واليوم عم نبلش ببيروت فيلم سوسايتي مهرجان جديد للسينما اللبنانية بأمريكا اللاتينية. بأمريكا اللاتينية يعني أنا هلا عم بطلع معقول في كل هدول البلدين كيف عم تقدروا تلحقوا؟ هو أكثر الأشخاص الموجودين هناك مثل ما قلت لك هني بيشتغلوا. نحن بنساعدهم بالبروجرامينج أكيد وبنختار الأفلام وبنعطيهم توجيهات فنية. لا أستراليا وفرنسا هن مستقلين عن بيروت فيلم سوسايتي. نحن بس بننسق نحن وياهم ومطرح بيكونوا بحاجة لشيء أفلام بنبعثهم لهم. ولكن شغلنا أكثر هو موجود بأستراليا سوري بكندا وأمريكا الولايات المتحدة. هلا عم نعمل عروض عنا بلوس أنجلوس وبمكسيكو عم نطلق المهرجان السينما اللبنانية بلاتين أمريكا مع جينجر جبور اللي هي عم بتدير المهرجان هناك. هلا بكندا كل سنة بيكون معنا ضيف من لبنان. رايح الممثل ريتا حايك ورايح بديع أبو شقرة كمان. وفي أشخاص بيكونوا موجودين هناك. يعني في مثلا عايدة صبرة موجودة بكندا نقلت صارت هناك بتكون معنا إن الله راد. موجودة كمان هيام أبو شديد سوا على طول. هيام بتساعدنا حتى بالفستيفال بتقدم وقتها بتعمل انترفيوز بتعمل توكس. وفي كتير لبنانيين موجودين هناك يعني حتى من الدومين السينمائي والهيدا عطول بيكونوا موجودين معنا. يعني تقريبا المهرجان بكندا عمل ربط للناس اللي موجودين بكندا مع لبنان وحتى اللي هني بيشتغلوا بالدومين بحسوا انه بعدنا موجودين بالهالشي اللي كنا نعمله بنحب نعمله. من هيك بتلاحظي باسبوع المهرجان في كتير فرح يبقى هيك وفي حركه وطاقه ايجابيه والكل محمسين. قول من لبنان شو عم بيصير. الاسامي يلي سميتها بدنا نوجه لهم تحيه كلهم أكيد. المجموعات كان باستراليا ولا كندا ولا بأمريكا اللاتينية لأنه فعلا بفرنسا لأنه كفاءات لبنانية عالية عم بتشارك وعم تحكي باسم لبنان يلي إذا مسافرة هيك هجرة وتمركزت ببلدان أخرى بعد حاملة هيدا الحنين وهيدا هيدا الرابط مع لبنان ودايما راسهم وقلبهم وعقلهم وفكرهم موجود. مثل بقول سعيد عقل نبني أن شئنا لبنان. يعني وين ما بيروحوا اللبنانيين بيبنوا لبنان. إذا بتروحي على كندا بتشوفي بتفكري حالك عن جد بلبنان بلحظة من اللحظات. مش بس كندا يعني وين ما كان بلدان أخرى. يمكن هيدا الشيء الوحيد الإيجابي يلي صار بالهجرة اللبنانية إنه فعلا عم ننشر هيدي الثقافة بمختلف أنحاء العالم. لا بس بضل في هيدا الغصة وبضل في هيدا الوجع أكيد. يعني عند الأهل يلي عم بيضطروا يودعوا هي مسألة خيار. يعني اليوم كمان الاغتراب موجود بكل لحظات لينقذ لبنان. يعني منلاقي على طول حاضر حيلا أزمة منقطع فيها فجأة بيطب الاغتراب وبيشيلنا من تحتها. يعني أنا بتذكر مشهد عن تمثال المغترب على المدخل هون على قبل المرة. فكل الناس اللي بيكونوا مسافرين ومش حابين يعني مسافرين هيك مجبورين لأنه ما عندهم حل تاني فهيك بيطبطبوا على أول مغترب إنه كله بسببك. نحن عم نضطر نضب الحقيقة هيدا المغترب هو عن جد عم ينقذ لبنان عن جد إنقاذ فعلي. وهذا التمثال موجود مثله بساحة هاليفاكس بأهم نقطة بهاليفاكس بكندا. موجود تمثال المغترب بأهم نقطة بفانكوفر موجود لجبران خليل جبران والفينيقية تمثال بالمكسيك موجود. بتحسي حضور حيالله مطرح بنكون موجودين بيكون في 50 شخص. إذا في 2 لبنانية أو 3 لبنانية دي كنترول بيسيطروا على كل النريتف على الحديث كله الموجود وبيحولوا الحديث على لبنان بشكل من الأشكال. من كندا نقلين على أمريكا اللاتينية مثل ما حضرتك صرحت هيدا دورة الأولى. الدورة الأولى لهيدا صحبي بالمكسيك بمكسيكو سيتي. رح يكون في 30 و31 آب يومين من السينما ويوم ثالث من الثقافة الكلتور يعني دبكة وغنانة وموسيقى. ثلاثة أيام رح يجمعوا بين السينما والفن
زميلتي هونيك جينجر جبور هي ماسكه الليد بهيدا الموضوع مع فريق عمل، بلشوا يطلعوا على السوشيال ميديا، طلعت الكامبين صار لنا شهرين، ايدنتيتي كثير حلوه، ورح اكون انا موجود ان الله راد معهم ان شاء الله. هيك بنختبر كيف بتكون البايلوت اول دوره لحتى نثبتها مزبوط بالمكسيك مع الجاليه الالمانيه موجوده، والبلان هي ننتقل كمان للارجنتين، برازيل، كولومبيا، فنزويلا، حيالله مطرح في لبنان بامريكا اللاتينيه. يعني هيدا التنوع والتنقل بين البلدان وبين القارات شو بيبني علاقه بين لبنان المقيم ولبنان المغترب؟ بطرح من المطارح هي اكيد معنويه وعاطفيه، لانه انت على طول نحن بنشوف شغلك اللبنانيه لما يحضروا فيلم لبناني هونيك ونعمل ديسكشن بعد منها بيرجعوا بيتذكروا الكالتشر تبعهم، بيتذكروا بلده، بضل في هذا الحنين موجود ورابطهم ببلدهم، خصوصا انه عم يسمعوا قصصهم. اوقات بينزعجوا بيعصبوا، ليش حطيت هذا الفيلم هيك صوره، هي مش لبنان، بيكون الفيلم هيك دارك وفي شويه عصابات وفي مافيا، لانه الافلام السينما بتعرفي فيها تنوع كبير، في منهم بينطفوا. لا نحن بدنا نشوف لبنان السياحه، لبنان الحلو، بس السينما بتنقل الواقع ولازم نضل مربوطين بالواقع لحد ما نشوف مزبوط واقعنا شو هو. هيدا من ناحية العاطفية. من ناحية تانية كمان على مستوى الثقافة، المستوى نشر الثقافة اللبنانية، عم نعمل محاضرات بالجامعات مع طلاب أجانب، الجمهور الكندي مش بس اللبناني أو الأجنبي، الأسترالي، الفرنسي، اللي هو عم بيحضر كمان الأفلام تبعنا وعم يفهم إنه هيدا لبنان هو بلد في حضارة، في ثقافة، في شعب حي، مش إنه مثل ما الستيريوتيب تبع الميديا بيصورنا. يعني بتعرفي فيلم نزل بهوليوود اسمه بيروت، يمكن بينزل بفرجيك إنه كأنه مطار بيروت هو صحراء وفي بدو. هلا أكيد مع احترامنا لكل شيء، يعني ما عندي مشكلة، كانت الفكرة بوقت إنه ليك وين كنا وين صرنا، حتى يعني كنا من سويسرا الشرق صرنا بمطار هالقد. هي القصة إنه السينما الأجنبية فيها هيدي الستيريوتيب، يعني الصورة النمطية عن العرب، انه العرب هن شيء متخلف، وشفناها كمان بالتغطيه الاعلاميه لمساله اوكرانيا واللجوء السوري. يعني شفنا كل الميديا الاوروبيه عم بتقول عن الاوكرانيين وقتها كانوا عم يتهجروا انه هودي ناس حضاريين مش مثل السوريه والعراقيه. يعني في صوره بالميديا سيئه انه هودي جماعه متخلفين، اذا كانوا عم مثل الفلسطينيين هلا هودي اوكي هودي ناس عرب، اذا انقتلوا مش مشكله، بس اذا انقتل واحد اوروبي اشقر عيونه زرق في مشكله. بقى لا، السينما السينما عندها دور لتكسر هذا الشيء ولتفهم هالجهل الموجود بالميديا بالإعلام السياسي، الجهل والأجندة. يعني ما نفهم انه لا ما نكسر هيدا الشيء، ما نعطي صوره مخالفه. للاسف الاعلام ما عم بيخدمنا كثير، والاعلام اللبناني ما عم بيكون هالقد عم يدفش باتجاه الايجابي بهيدي الصوره، عم نحكي بهيدا الموضوع، لانه الاعلام السياسي كمان ممول من مطرح معين وعنده اجنده معينه. سو السينما بتلعب هذا الدور، لانه السينما نظيفه والسينما حقيقيه وبتكتب التاريخ الحقيقي تبع الشعوب. يعني اليوم هيدي رساله عم نوجهها ومسج يعني موجود، انه خلينا نحافظ على هيدا على المسج يلي بدنا نرسله من لبنان للعالم، ومثل ما قلت يفهموا الاجانب انه اوقات في اجنده معينه. صح. باتجاه شعوب ومس بهيدي الفترة. صح. باتجاه الشرق الأوسط يلي بدهم يرسموه مثل ما هن حابين. يعني قبل ما يدهمنا الوقت، من كندا أنا هوني سوري تفضلي سوري من كندا لمكسيكا لمكسيكو نرجع عنا المغرب، واختتمتوا من فترة مهرجان المرأة لنرجع بأكتوبر على الإسكندرية. مظبوط نحن بنشتغل على مدار السنة كلها، يعني بننظم عدة مهرجانات بلبنان. بلبنان عندنا مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، مهرجان جامعة سيدة لويزي للأفلام القصيرة بيروت شورتس اللي هو بيصير بالNDU، هيدا من أكبر مهرجانات بالعالم للأفلام القصيرة مش بس بلبنان. مزبوط. يعني نحن البنش مارك تبعنا عم نحكي مع أكبر مهرجانات بأوروبا وبأمريكا وبالعالم العربي، إيفنت ضخم جدا للافلام القصيره وافلام الشباب. هودي اهم اثنين بيصيروا بلبنان على مستوى المهرجانات. عندنا اكيد مهرجان البترون الافلام المتوسطيه بيصير بالصيفيه، تشيل جو حلو كتير، بيصير باول اسبوع من سبتمبر. عندنا سينما فور بيس سمر كامب اكاديمي اللي بتصير هون، ببينوا يمكن الاشخاص التالنتد والسكيلز اكيد اكيد عندك بلاتفورمز كتير مهمه لحتى الشباب يبينوا طاقاتهم. ثم بننتقل اكيد للارم اللي عندنا اياها بالعالم العربي، ان كان بالرباط ولا بالاسكندريه، بس هونيك اكيد هيدا على صعيد شخصي بعمله انا، لانه بكون عم برمج افلام دوليه من كل العالم مش بس للبنان. اكيد لبنان عنده حصه مثل ما لازم بيكون بين كل هالافلام، وال
الارم الثانية اليد يلي لها علاقة بالسينما اللبنانية بكل العالم. يعني ما فينا نقول لك الا موفق بكل شيء عم تعمله فعلا، مثل حضرتك شخص بيرفع الراس وبيمثل لبنان اجمل تمثيل. يعني اخر صورة مشهدية يلي كنت عم تحكينا عنها هيك تخيلنا مطار عاجق ومنه عم يعني عم تنطلق كل الرحلات، فمن بيروت عم ننطلق محليا مثل ما قلت على البترون، على كل المناطق اللبنانية، على الانديو وعلى الدول العربية. شفنا بالوومن فيلم فيستيفال افتتاح مهرجان سينما المرأة صار في مفارقة كتير رائعة صارت، لأن المهرجان كان ضخم جدا بالكازينو، صار في تكريم ليسرى. تاني نهار يعني بالليل كان في طبول الحرب عم تنقرع بالمنطقة كما بيقولوا بين إيران وإسرائيل، وشفنا يعني قبل أقل من 24 ساعة كنا عم نحتفل الساعة 6 المساء بريد كاربت إيفنت كتير كبير. هيدي الصورة فيها هالصراع بين الخير والشر، بين الجمال والبشاعة، ولابد مطرح المطارح نلعب هذا الدور يلي بده يخلي الجمال ينتصر 100%. وثقافة العيش، ثقافة الحياة يلي هي بدها تنتصر على الشر. إذا ما تكتفنا بهيدا الاتجاه فعلا بصيروا من المقاومة، يعني أنت عم تقومي لتبقي لتدلي موجودة بحياة إيجابية 100%، بصيروا أكترية وبيتغلبوا علينا. فنحن بدنا نضل ننشر الطاقة الإيجابية، بدنا نضل ننشر الثقافة من بيروت للعالم. كان ضيفنا سام لحود، مؤسس ورئيس جمعية مجتمع بيروت السينمائي. على أمل يكون لنا معك لقاءات لاحقة بنحكي بالإنجازات يلي رح تحققوها. مشاهدي دينا متابعين، أحلى صباح بعد البريك. عن جديد برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، تدعو كلية الفنون الجميلة الفرع الأول وقسم الفنون التشكيلية لحضور معرض الربيع الأول. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نستضيف التشكيلي فؤاد شهاب، حضرته نائب رئيس جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت وعضو مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين في لبنان. أستاذ فؤاد يسعد صباحك. يسعد صباحك، صباح المشاهدين جميعا، الله يخليك. يعني حضرتك اليوم معنا لتحكينا عن هيدا المعرض يلي عم بتنظموه مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، هو بدورته الأولى تقريبا حضوريا. صحيح. هلا الفكرة انطلقت من كانت سابقا واردة وتحصل، لكن على مستوى محلي أو على مستوى الجامعة اللبنانية سبق وعملنا معرض للخريجين. طبعا عم نحكي الخريجين يعني خريجي قسم الماستر وقسم الليسانس اللي هن 3 سنوات و5 سنوات، اللي بيكونوا بهاي الفترة طبعا صار عندهم بصمة فنية، صار عندهم توجه فني، وبالتالي هن حيصيروا بسوق العمل، حيتجهوا على سوق العمل. بسنة 2013 عملنا معرض كتير كبير كان بقصر اليونسكو. بالفترة اللاحقة صار عدة معارض داخل الكلية بالفرع الأول بالحدث للخريجين، إنما يعتبر هيدي انطلاقة جديدة من بعد فترة الكورونا وفترة الحجر والأزمة الاقتصادية والتعليم أونلاين. كونه نحن هاي السنة الثانية بنعلم حضوريا من بعد فترات التعليم أونلاين، وبتعرفي هالوضع الاستثنائي اللي عم يمرق فيه البلد بشكل عام، يعني بترجع الحياة لطبيعتها من بعد حضور كامل على الأونلاين، صار حضور نصفي، رح يصير حضور كامل حضوريا. صحيح، مبدئيا الحضور السنة كامل إنما بأيام محدودة خلال الأسبوع من الاثنين للخميس. ابتداء من العام القادم ترجع الامور ان شاء الله لطبيعتها بشكل كامل. طبعا كليه الفنون الجميله والعماره وخاصه قسم الفنون التشكيليه هي كليه عمليه، بتتطلب الحضور، بتتطلب الاشراف على الاعمال بشكل دائم وبشكل ومتابعه يوميه للاعمال. فكيف عم بيكون الاقبال وكيف عم بيتم التجهيز لهيدا المعرض؟ وقت عم نقول معرض الربيع الاول يعني بده يبلش ينطلق من هلا، قد ايه بتستمر؟ هلا الافتتاح هو الخميس الجاي، يعني نحن اليوم عم نبني الحدث مثل ما بقولوا اعلاميا. الافتتاح بيكون نهار الخميس الساعه 2 برعايه طبعا وحضور معالي رئيس الجامعه البروفيسور دكتور بسام بدران، طبعا بدعم من كمان من عمادة الجامعة والعميد الدكتور هشام زين الدين، إدارة الجامعة السابقة والحالية، اللي يعني اللي من المفيد انه نلفت النظر انه نحن بلشنا بالتحضيرات لهذا المعرض من دعوة الطلاب، دعوة الخريجين السابقين، التواصل معهم، متابعة التواصل معهم ابتداء من شهر 10 من سنة 2023. من المشاركين؟
المشاركين هن مجموعة من الخريجين السابقين بالسنوات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة. يخضعوا لفحوصات معينة؟ لا أكيد هن صاروا خريجين بالتالي وأعمالهم صارت حاضرة وموجودة ومن حقهم يكون عندهم هذه الفرصة بالإطلالة بشغلهم اللي أنجزوا خلال فترات الماستر خلال فترة الماستر وخلال فترة الليسانس. طبعا في قسم من خريجي الليسانس هلأ صاروا طلاب ماستر ورجعوا تخرجوا وفي منهم اليوم عم بيتابعوا بعضهم الماستر. وكمان من المشاركين عدد من أساتذة الكلية اللي هن طبعا فنانين تشكيليين حاضرين على الساحة وقلهم تجربتهم الخاصة وهي نوع من التشجيع والتوأمة ما بين الطالب والخريج اللي هو صار زميل. نحن بنعتبره اليوم بمجرد يتخرج من الجامعة صار زميل. وفي يعني مشاركة حلو فعلا هذا الموضوع وقت الأستاذ والطالب عم بيتشاركوا بنفس المعرض. حقيقة هو هيك لأنه قديما كانت فكرة معرض الربيع دائما تصير على قاعدة أنه مشاركة الأستاذ مع الطالب وخاصة الطلاب المتميزين والمتفوقين. وفي مشاركة لبقية أقسام الكلية يعني قسم العمارة قسم الهندسة الداخلية قسم الجرافيك ديزاين قسم المسرح كل بقية الأقسام الموجودة بالكلية مشاركة لمواكبة هذا الحدث اللي هو معرض الفن التشكيلي أو معرض الربيع اللي السنة عنده إطلالة مميزة مثل ما حكينا من بعد هالفترة هيدي وبدعم من رئيس الجامعة. يعني بيرجعوا بيحسوا انه فعلا عم نرجع هيك للحياة بتحرك بألوان مع تنظيم هيدا المعرض. بينطلق 23 تقريبا ايار واي متى ينتهي يعني رح يستمر لاي متى؟ هلا البرنامج هو الافتتاح نهار الخميس الساعة 2:00. من بعد الافتتاح في لقاء مع رئيس جمعية الفنانين التشكيليين او جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت الأستاذ ميشيل روحانا للحديث عن واقع الفن بلبنان وعن تجربته الفنية. نهار الجمعة في لقاء مع الدكتور عادل إداح اللي هو رئيس سابق لجمعية الفنانين وأستاذ متقاعد من كلية الفنون الجميلة والعمارة وحقيقة كان أستاذ وعلمني يعني. نهار الجمعة في لقاء مع دكتور عادل إداح لحديث عن الفن المعاصر واقع الفن المعاصر بلبنان وعن تجربته الفنية. نهار التنين حيكون عنا نهار مفتوح للمؤسسات التربوية المدرسية الجامعية لكل الناس اللي بيحبوا يجوا يشوفوا ويتعرفوا على اختصاصات كلية الفنون الجميلة والعمارة بالفرع الأول. الحدث عم نحكي بمدعي هلأ المشاهدين كمان كل مدراء المدارس يلي مهتمين بهذا الموضوع رح نهار التنين بتكون الأبواب مفتوحة بالفرع الأول. صحيح وطبعا نحن حاطين في رقم تليفون للتواصل مع زميلتنا الدكتورة إيمان المقديم اللي هي من الهيئة التعليمية من أفراد الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية كمان بالكلية لتنسيق التواصل مع المؤسسات التربوية لمتابعة هذا النهار اللي حيكون مفتوح أمام الجمهور بشكل عام. يعني وقت ما نحكي عن واقع الفن في أكثر من أستاذ محاضر بهدول الأيام معرض الربيع رح يخبروا عن واقع الفن. فؤاد الشهاب شو بيقول عن واقع الفن بلبنان وتجربة حضرتك؟ حقيقة واقع أنا بالنسبة لي بعتبر الفن هو الوسيلة الأساسية للخروج من الأزمات سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الاجتماعي. لأنه يمكن نحن كفنانين تشكيليين محسودين أو بشكل عام الفنانين بشكل عام محسودين كونهم عندهم وسيلة للتعبير يعني عندهم شيء يقدروا يعبروا فيه إن كان باللوحة باللون بالمشهد المسرحي بالشعر بأي الفن على أشكاله بكل أنواع الفن. فبالنسبة لي أنا الفن التشكيلي يعني إذا بدنا نأخذ مثل بسيط جدا الإنسان البدائي اللي كان عايش بالكهف وعم يرسم على جدران الكهوف شو كان عنده هدف؟ كان حاصل على كمالياته وحاجاته ومكتفي ذاتيا؟ خلينا نقول لا الفن هو حاجة هو وسيلة تعبيرية موجودة بداخلنا قد لا نعرف سبب ليش بنمارس الفن يمكن أوقات نقص معين يمكن أوقات فائض معين هو حاجة هو حاجة داخلية موجودة داخل كل إنسان جرب هيدي الحاجة وامتهنها خلينا نقول وطورها وخاصة اليوم اللي بيصار فيها دراسات متخصصة. على الصعيد الاجتماعي كمان الفن هو حالة تعبيرية تسمح بالخروج من الأزمات العامة ونحن عارفين وضع البلد نحن شو عم نعمل صفحة إيجابية اليوم. نحن عم ندعي الناس من مؤسسة رسمية من تلفزيون لبنان المؤسسة الإعلامية رسمية للبنان للبلد لا
زياره كمان الجامعه الرسميه للبلد للتعرف على كليه الفنون الجميله والعماره واختصاصاتها ومشاهده هيدي الصفحات الملونه يلي رح تتعلق على الجدران والتعرف على هالجيل الجديد من الفنانين التشكيليين اللي صاروا مثل ما حكينا زملاء لنا. يعني وقت معرض بده يضم اذواق مختلفه، بده يكون في مثل ما حضرتك قلت افكار مختلفه وكل واحد عم بيعبر عن موضوع معين، شو هو الموضوع الاقرب الى قلبك؟ أنا حقيقة بالنسبة لي شخصياً إذا بدي أحكي عن تجربتي مشان ما أكون عم فوت بالشيء الخاص، هلا بياخذوا فكرة للتلاميذ وبدهم يعملوا طبعاً اللوحات. كل فنان أو كل خريج من قسم الفنون التشكيلية بيسعى إنه يكون عنده بصمة خاصة وهوية خاصة يتميز فيها عن الآخرين. أنا رايح باتجاه المينيمال آرت أكثر، باتجاه الفن التعبيري المبسط، خلينا نقول اللي دائما في عندي شوي رواية صغيرة، قصة صغيرة أو في قلب اللوحة تتناول طبعا رسالة صغيرة بحب وصلها وما بتبعد عن واقعنا، بالعكس يعني معاصرة لواقعنا ولمجتمعنا، ما عم بحكي على الصعيد المحلي فقط، ببعض أعمالي بعالج قضايا كبيرة ممكن تمرق فيها كل الشعوب والمجتمعات اللي هي يعني نوع من المعاناة، الدوائر المغلقة اللي ممكن نحط فيها أنفسنا، كيف نتعرض لضغوطات من الخارج وكيف ممكن نطلع منها. في رموز عادة بستخدمها بشغلي، كل الحل موجود بلوحة واحدة؟ مش بلوحة واحدة أكيد، إنما بكون عادة كل لوحة بتحكي عن موضوع، بتحكي عن شيء معين. الحلو بقسم الفنون التشكيلية مثلا بسنة الثالثة يعني اختصاص الليسانس أو درجة الليسانس، يعني هون عم نحكي عن ثلاث سنين صحيح؟ ثلاث سنين صحيح، نظام الـ LMD 3-5-8 بالليسانس قد يكون ملزم الطالب إلى حد ما بال الأمور الأكاديمية، بالتعليم الأكاديمية، بتوجيهات الأستاذ الأكاديمية إلى حد ما، بمشروع النهائي اللي بيعمله بثالث سنة. أما بالماستر فهو الموضوع شوي مختلف، يعني نحن بالماستر بصير عم نشجع الطالب أنه يكون عنده بصمته بتوجيهات الأساتذة اللي حواليه، بمتابعته بشكل دائم، بمتابعته بشكل يومي للخروج بقدر الإمكان بهوية شخصية يقدر يطل فيها على الجمهور الفني لاحقا. يعني كتار من الطلاب يمكن يكونوا محمسين لهذه المرحلة اللي بدهم يوصلوا يعبروا هن شو عبالهم، مش الإدارة أو المادة أو صاحب المادة الأستاذ شو بيطلب صحيح. هلا بالسنوات الثلاث بعض اللوحات على ال بالسنوات الثلاث هيدي تحضيرات التعليق المعرض تمام. طبعا في عدة أنواع من الفنون موجودة، مثل ما عم نشوف في بعض الأعمال التجهيزية الانستليشن، في بعض اللوحات التشكيلية، في نحات، حيكون في نوع إلى عرض مسرحي بسيط باليوم الافتتاح، في مفاجأة صغيرة، في افتتاح لجدارية من إنجاز الطلاب حلو طلاب قسم الفنون التشكيلية، مادة الفسيفساء حيكون في عنا افتتاح لهذه الجدارية، وفي معرض الفن التشكيلي اللي هو حيكون بالقاعة الأساسية للمعارض بالجامعة. رح يجي فنانين من برات الجامعة يشاركوا بهذا حقيقة المعرض. نحن عملنا لجنة إعلامية من ضمن اللجان التنظيمية للمعرض، في لجنة إعلامية عم تتواصل مع المؤسسات الإعلامية، مع الفنانين، مع الجاليريهات اللي خلينا نقول لتوسيع مروحة التعاطي مع المؤسسات هيدي، خدمة للجامعة وخدمة للطالب بنفس الوقت. 100% يعني إن شاء الله بيكون هيك الإقبال كبير وبيبيض الوجه وبيكون بحمس لمرحلة تانية لمعرض آخر، يعني الطلاب بتحس بدعم إن شاء الله. إذا نجح هيدا المعرض إن شاء الله رح يكون عنا تما يكون عنا معرض مصغر، لكن كل فترة يمكن كل سنتين يمكن كل ثلاثة حيكون عنا معرض للخريجين بشكل عام، إنما يتم التحضير حاليا للسنوات القادمة أو للسنة القادمة للعام الجامعي 2024-25 لمعرض فقط للمواد التخصصية بقسم الفنون التشكيلية. وقت عم نحكي عن مواد تخصصية شو ممكن عن يعني عم نحكي أنه بقسم الفنون التشكيلية أو بالجامعة بشكل عام بكلية الفنون الجميلة والعمارة شو ممكن يأخذ مواد الطالب، يعني نوع من التوجيه التعليمي خلينا نقول، بيكون في زيارات لطلاب الجامعات او لطلاب المدارس خاصه اللي هن بالمراحل الدخول الى الجامعه ليتعرفوا على الاختصاصات وشو المواد اللي بيحبوا يتعلموها او اللي بيتعلموها بالكليه ليقدروا يحددوا خياراتهم بشكل افضل، ليقدروا يبرزوا هيدي مثل ما قلت مش خياراتهم، بعدنا مش مواهب، هون عم نحكي عن خيارات صحيح. بعدين تتبلش بيتعرفوا على
بيتعرفوا على المواد اللي بيتم تدريسها، بزوروا المحترفات، بتنفتح المحترفات، بزوروا المحترفات بيشوفوا كيف المواد بتتعلم، شو الانتاج اللي بيطلع من هاي الماده ومن هاي الماده. طبعا نحن في عنا لما بنحكي فنون تشكيليه مش بس عم نحكي لوحه وريشه ولون، في مواد طباعه، في مواد الخزف، في مواد الفريسك، في ماده الفريسك، في ماده الفسيفساء، في ماده الطباعه الليتوغرافيا، في ماده السيريغرافي، يعني في عده مواد ضمن اختصاص الفنون التشكيليه. يعني فعلا بعدها من الاختصاصات المتميزه بالجامعه اللبنانيه، وبينحسب لحساب يعني الفنون، يعني حقيقه الجامعه اللبنانيه لا تزال تفاجئ العالم بتميزها وبحضورها وبتصنيفاتها ضمن الجامعات المحليه والعالميه والعربيه بشكل عام. وهيدا بعود لطبعا الجهود المتراكمه والجهود والمثابره الدائمه للكادر التعليمي والاداري باشراف المدراء والعمداء والاصرار يعني الموجود عندهم طبعا، لانه في اصرار طبعا بدعم رئاسه الجامعه للحفاظ على هالجامعه، لانه هيدي حقيقه هي ملاذ ل خلينا نقول يمكن النصف او اكثر من نصف طلاب الجامعات في لبنان. فعلا والمجتمع اللبناني بيعول على الخريجين من الجامعه اللبنانيه، وقديش بيكونوا فعلا كفؤين وقديش بيكونوا متميزين وقت بينزلوا الى سوق العمل. حضرتك استاذ محاضر بكليه الفنون الجميله والعماره بالجامعه اللبنانيه، اقمت معرض فردي وشاركت بالعديد من المعارض واللقاءات التشكيليه بلبنان والخارج، وكمان بحوزتك على العديد من الجوائز والشهادات التكريمية. كل هيدي المسيرة الطويلة يلي بعدك مستمر فيها، بتقدر تجاوب على السؤال بيقول هل الفن التشكيلي ممكن يكون مهنة؟ يعني مهنة، وقت نقول مهنة يعني منطلع منها مصاري، فكل الشباب يلي عم يحضرونا هلأ بيتكلوا بس على الفن التشكيلي ولا لا لازم نطلع على شغله ثانيه وثالثه ورابعه؟ هلا حقيقه بعتقد معظم الشباب بلبنان بفتش دائما على فرص ثانيه للعمل، انما كاختصاص فنون تشكيليه او كفن تشكيلي قبل ما يكون مهنه وقبل ما يكون وسيله للعيش او لمصدر كمصدر رزق، هو شغف، هو حاله شغف حقيقه، هو حالة حب وشغف بتعيش مع الإنسان. برجع بقول لك ما بيعرف قد أحيانا شو مصدرها غير إنها حاجة داخلية. إنما إذا بدنا نحكي كسوق عمل، طبعا ما بيتكل على الفنان التشكيلي على بيع اللوحة، لأنه مش كل الفنانين عندهم نفس الفرص، بالنهاية الفن أذواق والفرص متاحة أمام الجميع، إنما الجاليريات قد تختار وقد لا تختار. لكن من المفيد دائما ان اقامه المعارض، اقامه السمبوزيومات، اقامه المهرجانات الفنيه لاستقطاب الفن، لاستقطاب الفن، او على الاقل لاتاحه الفرصه للفنان التشكيلي خاصه للخريجين الجدد لعرض شغلهم واعمالهم اللي ممكن يفتح لهم بعدين فرص ثانيه لقدام سواء بلبنان او بالخارج. اسم الفنون التشكيليه او الفن التشكيلي بحد ذاته قبل ما يتحول لاختصاص جامعي ومصدر رزق لاحقا، برجع بقول هو حاجة جمالية موجودة منذ بدء التاريخ، يعني من بداية الإنسان وجدت الحاجة الجمالية بداخله. بس إنما سؤال يعني دايما بيطرح نفسه، هو حاجة جمالية وهو حاجة تعبيرية لمجتمع بأكمله، إذا الفن موجود يعني نحن بخير، وقت ينعدم الفن بكل أشكاله يعني نحن بلشنا هيك المجتمع عم بيروح إلى الهاوية. فبطبيعة الحال إن شاء الله بيتكامل الفن مع مصادر رزق بيكون لكل هيدا الجيل الصاعد، لكل الشباب كرمال يكفوا المسيرة بشغف. بعبارة بسيطة، في حال أخطأ المهندس في مكان ما يمكن يوقع عمارة توقع بنية، لما الفنان بيخطئ أو لما بنخطئ بحق الفن بشكل عام بلبنان في حضارة بتوقع، في حضارة كاملة بتوقع. الحضارات كل شيء وصلنا من الحضارات السابقة هو فن. الحضارة المصرية، الحضارة الفرعونية، شو اللي وصلنا منها؟ فن، فن عمارة، فن الجداري، تصوير الجداري، فن النحت، فن الفريسك، كل هالأمور هيدي اللي بقيت، اللي بقي ما تبقى منها هو فن، هو اللي بيعبر القارات. أنا بدي أتشكرك على حضورك، بدي أتشكرك على هيدي الإطلالة يلي كان فيها فن وجمال وأمل بنفس الوقت. موفقين بالمعرض وإن شاء الله بنسمع عنه هيك صدى إيجابي. نتشكر رئاسة الجامعة اللبنانية بقيادة البروفيسور بسام بدران على دعمها لهذا المعرض ودعمها لكلية الفنون. نتشكر حضرة العميد، نتشكر المديرة الأستاذة نوفل بوداني كمان، ورئيس قسم الفنون التشكيلية اللي نحن بالبداية طلعت الفكرة
من قسم الفنون التشكيليه دكتور طلال حش حسن، وتم التواصل بالتسلسل الاداري عبر الاداره للجامعه، وانجزنا كلها اليوم الفني الطويل ان شاء الله اللي بنتمنى حضوركم، ودعوه لكل وسائل الاعلام لحضور وتغطيه هذا النهار لإظهار هالصورة الجميلة من هالكلية. كل الشكر لك، يعني لو ما في مخاطرة ما بيكون في هيك فرح بالنجاح لاحقا. كل الشكر إن شاء الله ما بنعتبرها مخاطرة، بنعتبرها إنجاز بعد هالسنوات القحط. طبعا طبعا كل الشكر لك فؤاد شهاب، فنان تشكيلي نائب رئيس جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت، كان معنا ليخبرنا عن المعرض، عن معرض الربيع الأول يلي رح يقام الأسبوع المقبل بحرم جامعة كلية الفنون الجميلة الفرع الأول. بريك ومن بعدها منتابع أحلى صباح. عودة لكم مشاهدينا. تحت رعاية وزارة الأعلام وبالشراكة مع اللجنة الوطنية اليونسكو وبالتعاون مع جامعة الأداب والعلوم والتكنولوجيا بلبنان الأيوال ومن تنظيم شركة ميديا بيورو، تقام حاليا بجامعة الأيوال بحرم طرابلس دورة تدريبية لتمكين المرأة اللبنانية من اكتساب مهارات القراءة والكتابة والمحادثة باللغة الإنجليزية. وللوقوف على الحدث وعند عنوان تمكين المرأة، بصيرني اليوم استضافة مديرة جامعة الأداب والعلوم والتكنولوجيا بلبنان فرع طرابلس ومستشارة لأصدقاء الأمم المتحدة بهولندا الدكتورة امتثال عكاوي، الحائزة على الدكتوراه بالاقتصاد والمالية الإسلامية من فرنسا عام 2018 برصيد عدة مشاركات بمؤتمرات ومنشورات بمقالات علمية، كما عندها خلفية واسعة بالاقتصاد والمال والإدارة والتسويق والقدرة على إدارة الوقت، وقد سجلت مساهمات عديدة بخدمة المجتمع. دكتور امتثال يسعد صباحك. ميرسي. يعني ما شاء الله هيدا الفايل الكبير يلي بحوزتك وبعدك مستمرة، لشو بحاجة المجتمع اليوم؟ أول نقطة، نحن بلبنان بحاجة لتمكين المرأة من جميع الصعود، التعليم، الاكتفاء الذاتي، يكون عندها opportunity تقدر هي تكفي نفسها بالشغل. نحن وقت وزارة الإعلام وميديا بيرو واليونسكو عرضوا علينا كجامعة يعملوا عنا هيدي دورة الأونجليك، نحن كتير رحبنا بهي الفكرة. خصوصا كيف بلش مشروع الدورة؟ مشروع الدورة بلش بارازار بفكرة من المستشار الوزير، قال لي حكيني بار تليفونيك، قال لي دكتورة شو رأيك نعمل هالدورة عنا بتريبولي؟ ودجا هو لأنه من الشمال، قلت له ولو أهلا وسهلا فيك، هيدي الجامعة جامعتك والبيت بيتكم. اتفقنا مع بعضنا وبلشت الدورة التنين الماضي تحت رعاية وزارة الإعلام. كان الأوبجكتيف تبع هاي الدورة يعني السيدات اللي ما بيعرفوا كتير أونجلي، يعني مرحلة التعليم تبعتهم الباك 1 باك 2 ماكسيموم، يعني مش متمكنين بالأونجلي حتى ينزلوا فيها بعدين ياخذوا فيها إذا هي بدها تدرس أولادها شوي تشتغل شوي بار تليفوني. كان هيدا هو الأوبجكتيف تبع دورة الأونجلي. يعني مش بالصدفة تم اختيار اللغة الإنجليزية، لأنه مثل ما الكل صار بيعرف هي اللغة المعتمدة على عالمياً. وسائل التواصل عالميا، مثل ما حضرتك قلتي إذا بدها تعلم ولادها، إذا بدها تطلع على المناهج الجديدة، فما في شك أنه إذا حدا بده يمكن المرأة بلغة معينة بده يكون الاتجاه مباشرة إلى اللغة الإنجليزية. مزبوط. كتير مهم نعرف أنه اللغة هي لغة، نحن صرنا بلبنان تعرفي كلنا بنحكي ثلاث لغات، عربي وفرنسي وأنجلي. اختيار هذه اللغة الإنجليزية كتير مهمة وخصوصا للسيدات حتى يقدروا يتواصلوا مع الأطفال تبعونهم، بيقدروا يشتغلوا فيها بينزلوا فيها على المجتمع، أو إذا كانت هي يوم من الأيام حابة تسافر حتى البانول الصغيرة بتلاقيها بالمطار تقدر تقريهم، تقدر توقف فيهم العصر، لأنه نحن صرنا بالثورة الصناعية الرابعة ولا داخلين على الخامسة، يعني ما عاد في حدا ما لازم كله يعرف اللغة الإنجليزية. يعني مثلا شوية تاني حتصير بدل لغة الأم هي العربي بالناحية، إذا أنت بدك تسافري بالتعليم بدول الخليج وقت بيطلعوا كلهم بيحكوا أنجلي
مرة سافرت على دبي ولا حدا أنا بيحكي عربي، كله انجليزي. فعلا يعني ما بتفكري حالك انك ببلد عربي، بلد اجنبي يعني طابع 100%. شو دور الـ AUL بالنشاط؟ نحن يعني هيدا الشيء الملفت للنظر، جامعه عندها اكثر من 7 فروع. عندنا 7 فروع، نحن ممتدين على المناطق مناطق جغرافيه بلبنان، بنبلش من تريبولي من جونيه للدكوانه، بعدين عندنا فرعنا الرئيسي هو بالكولا، ان شاء الله بكره بتنزلي عندنا، مبنى كثير حلو، 10 طوابق فوق الارض و6 طوابق تحت الارض، ما شاء الله. وفرعنا بسن الفيل، وفرعنا المميز كمان بجدره، عندنا 6 مباني حد بعضهم وبشتوره. نحن كجامعه دورنا اساسي لازم نفتح مثل ما بقولنا صدرنا لكل الفئات بالمجتمع، لكل الوزارات اللي حابين يجي عنا فيها دورك. نحن دورنا انه نحن استضفناه هون وحبوا اللقاء عنا موجودين، يعني نحن دور اساسي بالمجتمع لانه التعليم هو اهم ركيزه من المجتمع. يعني مش عم تستقبلوا طلاب، مش عم تستقبلوا اهالي طلاب، لا عم تفتحوا ابواب الـ AUL لشريحه معينه، ولا شريحه معينه من المجتمع بيكونوا موجودين فيهم. ان شاء الله بكره بتطلعي وبتشوفيهم للسيدات. لازم اصلا نحن كجامعه نلعب دور اساسي بالمجتمع، ما بس انه كمان بخصوص التعليم الهدف تاعون الطلاب يجوا يتعلموا عنا، لا كمان بالخبرات اللي هن حدا مما كان حابب يجي يعمل دوره عنا. نحن كجامعه الـ AUL بجميع فروعنا على صعيد الوطن فاتحين ابوابنا، يلي مما كان من الوزارات حابب يجي يعمل دوره عنا اهلا وسهلا فيهم. نشاط عم بيتم بالاتفاق مع ميديا بيرو. ميديا بيرو هو بتعرفي شركه اعلاميه، صديقنا الاستاذ مصباح العلي والست هنيدة، كمان هن يعني حابين يصير في تعاون نحن وياهم كجامعه. يعني بس نحكي عن دورة، اللي عم بيتابعونا هلأ بدون يسألوا قديش مدة الدورة، شو هي الأكلاف، شو نوع الشهادة ومستواها؟ أوكي، هلأ التكلفة هي وزارة الإعلام هي مغطيتها التكلفة تبعتها، أنا ما بحق لي أقول قديش التكلفة. تاني نقطة هي الدورة على مدة 2 شهر 30 ساعة، 2 و4 من الساعة 4:30 ل6:30. الكتب البروفيسور جايبتها هي نصها كندية نصها لبنان، يلي حبوا السيدات فيهم الأكسنت تبع الأنجلي صح، يعني هلا انا وياكي صح بنحكي انجلي بس في عنا شويه اكسنت حتكون شوي على لبناني مختلف نتفل. البروف كثير يعني انا لا شونس انه اخذناها تجي تعلم عنا بالـ AUL ونشتغل فيها. يعني ومدة الدورة؟ مدة الدورة هي 2 شهر يعني. هي مدة الدورة 2 شهر. نحن بلشنا ب 13 أيار منخلص ب 13 تموز، بعدين عنا حفلة كوكتيل، الوزير هو حتكون برعايته نعمل حفلة، وفي شهادات دولية بالوزير بيعطيون إياها. شو هي المعايير يعني يلي بدها تتم بنهاية هيدي الدورة؟ بالمعايير بدها تتم بنهاية الدورة على القليلة السيدات يعرفوا يقروا يكتبوا مظبوط، يركبوا فراز بتكون مظبوطة، كمان يكونوا عندهم السمع، السمع أهم شيء، السمع يقدروا يسمعوا فيه منيح. رح يكون في يمكن مادة أو كورس بيعتمد على السمع، مزبوط. رح يعني يسجل نص بالإنجليش ويشوفوا شو فهموا منه، بس هيدا أكيد مش بالبداية لما نأذن. لا بعدين تيني بارتي، وأكيد مشكورين كمان وزارة الإعلام هي اللي غطت تكاليف الكتب. فعلا بدنا نتشكرها، وهيدي مبادرة ملفتة للنظر تحت عنوان تمكين المرأة اللبنانية عموما، وهون عم نحكي عن الشمالية خصوصا وبالتحديد بمنطقة طرابلس، لأنه يلي رح يجوا بطبيعة الحال هن سكان وضواحي طرابلس. طرابلس وضواحيها. طرابلس وضواحيها. من خلال خبرتك بهيدي المنطقة دكتور امتسال، شو بحاجة المرأة الطرابلسية؟ المرأة الطرابلسية أنا برأيي هي مرأة قوية بكل الظروف يلي عم تمرق فيها، اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وبكل الظروف يلي عم تمرق فيها. يمكن انت طلعتي دموازيل كذا مرة لعنا على تريبولي، في عنا ديجا على طول بيعطوا إيماج نيجاتيف مثلا عن الوضع الإيكونومي عنا بالمنطقة أو وضع المرأة أو وضع البوليتيك، إذا بتطلع مثلا 2 مشكلوا مع بعضهم. نحن كوضع مرأة قوية بتريبولي بحاجة أكيد ليكون عندها أوبورتينيتي، فرص بالعمل، فرص إذا هي ما كانت تقدر تكفي شغلة تلاقي فيها شغل يدوية مثل بباقي بفرنسا مثلا، بتلاقيهم
ضلنا بتشتغل بمحل بولونجوري، انا عشت لانه بفرنسا 10 سنين كان عندي كثير خبرات. هناك المراه ما في فرق بينها وبين الرجل بشو ما كانت تشتغل، بس السنة عندنا شوي ما بس بتريبولي بلبنان نظره اذا المراه اشتغلت يعني مش ضمن السبيشاليتي تبعتها بتطلعوا فيها شوي نظره مش حلوه، كانه عم تتصرف مش عم تتصرف كانه عم بتختار او عم بتروح باتجاه شوي اقل يعني. مزبوط. ابدا هيدي كلها مهن، في مهن مطابقه لل او اكاديميه للتخرج او التخصص يلي هي عملته، وفي مهن تانية مش ضروري مثل ما قلتي تكون متخرجه من مدارس او من جامعات حرفيه، حرفيه يعني يكون عندها استقلاليه ماديه. الاستقلاليه الماديه بتولد لافكار سليمه لمجتمع رايق، ما بتكون تابعه بمطرح من المطارح، فهون يعني النزاعات شوي بتخف وبتصير اكيد اكيد. ما هي بالنهايه المراه هي ام واخت وزوج وبنت وفتاة، ما هي الدور الأساسي بالمجتمع. تقييم المرأة اللبنانية عموما عم نشوفها يعني هيدي الحملة عابرة للمناطق اللبنانية، كيف بتقيمي هيدا الحراك؟ هيدا حراك كتير حلو بس بده يكون عنده أساس. يعني أنا وياكي جيت عملنا حيلا حراك، بس هيدا الحراك بده يكون عنا ورقة وقلم نكتب عليه نجي ننفذه، بس مو مهم نطلع ونحكي ونعمل بفرداج، مهم يكون انا اعرف حالي لوين يكون عندي اوبجكتيف. هذا الاوبجكتيف انا وقت اللي بدي اشتغله على الارض اقدر نفذه، مش مهم اني اطلع والله بدي اعمل وبدي اعمل وبدي اعمل ما اقدر اوصل لشيء. هذا الحراك كتير حلو بس بده تنفيذ على الارض. يعني مثل هيدي الدوره يلي هلا تنظم، سؤال دائما بيكون هل ممكن يكون عندها اقبال فعلي؟ يعني خلصت الدوره السيدات تمكنوا بمطرح من المطارح باللغه الانجليزيه، كيف تترجم هلا مثلا الأرض؟ تترجم نحن اذا ممكن سيده حابة تشتغل سكرتيريا والأنجلي تبعها مش قوي، يمكن هي قوة حالة بهالثلاثين ساعة الأخذتهم قوة حالة بالأنجلي تبعونا مثلا على الفيسبوك، كنا نمسك التليفون بدها تقرأ شيء على الفيسبوك ما تقدر تقرأ، يمكن صارت تقدر تقرأ تقدر تفصل الكلمة بتكون موجودين فيهم. يعني بده يلاقي صدى على الارض، صدى ما في على الارض مجال يعني صدى على الارض لازم. لازم والاهتمام في حال كان في اي وظيفه أكيد. اي أكيد. اتجاه لا صار عندها الحد الادنى انها تقدر تتواصل مع الناس. يعني هيدا الحراك جدا بناء جدا أكيد. ممتاز اليوم فعل. منطلق من الاي يو ال بطرابلس وان شاء الله هيك بيلحق المناطق الثانيه والفروع الثانيه ان شاء الله يا ميت اهلا. يعني نحن دائما أبوابنا الأيو إل فاتحة لجميع الأطراف، لجميع يلي حابب يعمل عنا دورات بشمال. نحن كجامعة أيو إل فاتحين كتير مثل ما بيقولوا باللبناني مصراعين الجامعة، يلي من الطلاب من التلاميذ حتى بالصيفية بس نخلص في دورة تانية لتعون صفوف القسم التاني يلي بكمان ما بدون فوتوا على الجامعة، كمان حتكون تحت رعاية وزارة الإعلام. يعني عم شوفكن حاضرين بكافة المواضيع اللي عم تنطرح على السائحة، إن كانت الطلاب يلي ضعاف شوي كانوا عم يتجهزوا للشهادات وقفتوا حدهم ودعمتون وساعدتون، هلا الطلاب يلي عم يتجهزوا ليفوتوا على الجامعه كمان. بمعرض الكتاب كنتوا موجودين. مزبوط. كمان كيف كانت معرض الكتاب؟ كان كثير حلو معرض الكتاب، كان السنه كثير حلو ومميز، وهي ثاني مره بقولها لانه السنه معلين طرابلس عاصمة للثقافة العربية. الحشود اللي اجتنا من خارج طرابلس، السفراء يلي اجوا على تريبولي كتير انبسطوا. كمعرض كتاب هو معرض مهم، وهيتيني مرة بقولة عطى إيماج بوزيتيف للمدينة. دجا كان بالقبل كان في يصير معارض بس من لما استلم الأستاذ رامز وبنوجه له الشكر، بنوجه له تحية للأستاذ رامز وفعلا مشكور على جهوده، مشكور على جهوده وعلى الأشياء اللي عم بيجي يعملها، عطى أوبورتونيتي جديدة، عطى رجع إيماج بوزيتيف، رجع شغل الرابطة الثقافية عن جديد. دجا أنه هلا يمكن يزعلوا قبل مني بس كانت إجت فترة الرابطة الثقافية نامت بتكون موجودين فيهم. كان في اجمالا كل الجامعات كل المؤسسات التربويه مشاركه بهيدا المعرض، وكان في اقبال كثير قوي على معرض الكتاب هيدي السنه، وخصوصا طرابلس عاصمه للثقافه العربيه، والاسبوع المقبل حتكون اذا الله راد الافتتاحيه. افتتاح واعلان طرابلس عاصمه للثقافه، اعلان طرابلس عاصمه للثقافه العربيه. ستاند الايو ال كمان كان ملفت للنظر، عم بتكونوا كنتوا موجودين بشكل دائم دائم كل يوم كل يوم صور عم تنزل، كل يوم عم
نشوف مين الوفود يلي عم بيجوا يطلعوا على معرض على الجامعة على شو الاختصاصات يلي موجودة فيها. مثل ما قلتي هيدا الصرح الثقافي مفروض يضل موجود، ومشكور استاذ رامز على جهوده اليومية يلي عم بيقوم فيها لإبقاء صرح ثقافي في تنوع يلي بيظهر هالتنوع بالمجتمع. أكيد. يعني في كتاب من مختلف المناطق كانوا عم بيشاركوا، في شعراء، في جامعات، فهيدا التنوع نحن كتير بهمنا نحافظ عليه، لأنه وقت تكون طرابلس بخير، وهون أهل الشمال بيعرفوا شو عم نحكي، وقت تكون طرابلس بخير نحن كلنا منكون بخير، لأنه هي عاصمة الشمال الأولى ولبنان الثانية. مزبوط. وكمان نحن كجامعة عندنا 4 فاكولتي مهمين، عندنا فاكولتي أوف بزنس، عندنا فاكولتي اوف ارت، وعندنا فاكولتي اوف انجينيرنج وكليه العلوم والفنون. نحن كال4 فاكولتي موجودين، مثلا اداره الاعمال نحن اختصاصات جديده اللي عندنا اياها بالماركتينج، بالاي كوميرس، بالام اي اس مانجمنت انفورميشن سيستم. ديجا انا لاني جاي من باك جراوند اكاديميك يعني، وما قال لي مستلم الفرع سنه واربع اشهر، يعني انا محافظه السنة على الفاكولتي اوف بزنس. دائما بقول الكتب اجدد كتب تكون تنزل بيرسون 2022 2023، تيوصلوا للتلاميذ نعطيهم كواليتي، وتكون كمان البرايس مش عاليه كتير. عندنا مثل تعرفي في عندنا كومبيتيشن قويه كمان كجامعه، نحن يو ال داير لفنش فيش 5 6 جامعات، يعني احنا دائما بدنا نحافظ على الكواليتي وعلى البرايس وكرمال التلاميذ بتكون موجودين فيهم. وهدفنا الاساسي كمان كجامعه وكرئاسه جامعه وكمجلس امناء انه هدفنا انساني. انا ما عندي طالب ولا مره سوري بهالكلمه، يعني اذا كان امتحان نص السنه ولا اخر السنه بقول لهم فوتوا خلصوا امتحاناتكم بعدين نحكي بالمصاري. انا ما بيهمني انه يعني ما بتمنع ولا تلميذ أبداً أبداً يقدم فحصه اذا ما كان مسدد خالص دفعه خصوصا بفرع تريبولي، خصوصا بفرع تريبولي مجلس الامناء والرئاسه الجامعه عاطيني مثل ما بقولوا ضوء اخضر لفرع طرابلس. بيعرفوا طرابلس ما عندنا مثل فرعنا مثلا بجونيه ولا بسن الفيل ولا بالدكوينه، عندنا هالفرص بالشغل بتكون موجوده فيهم، بيعرفوا الوضع عندنا الاقتصادي شوي ماسك كرمال هيك. نحن كثير بهمنا يكونوا تلاميذ هن عندنا بالجامعه مرتاحين. وبكليه الهندسه بيعملوا 3 سنين عندنا، 3 سنين عندنا بتريبولي وسنتين الماجستير بالكولا تحت، لانه جامعه كبيره مجهزه موجودين فيهم، مش عم بحق لهم فوتوا فيه على النقابه. والجرافيك والانتيريور ديزاين كمان كثير عندنا مميز بالجامعه. يعني وقت نقول ايو ال معروفه عم نقول جامعه عم بتقوم بمجهود كثير كبير، جامعه مواكبه للتكنولوجيا، عم تخلي الطلاب مش بعاد ابدا عن العالم الرقمي من خلال الدورات التدريبية، الكورسات التوعوية يعني يلي دايما بتصير، وفي كورسات مجبورين فيها وملزمين أنهم ياخذوها الطلاب. أكيد. من خبرتك كمديرة AUL كيف تشوف التكامل بين البرامج التدريبية والمناهج الجامعية؟ هلأ المناهج الجامعية نحن دجا عم نعدل عليها، لانه دائما بنسمع لازم تتعدل، لازم عم نحكي المناهج المدرسيه. أوكي. فكيف حال الجامعه؟ نحن الجامعه دائما بنوصل نجيب اجدد كتب، الاجدد كتب يعني اللي يكون نازله 2022 2023 تكون تواكب فيها العصر. كتدريبيا على الارض نحن على طول عاملين كوبريشن مع البلديات، مع المراكز الثقافيه بالمجتمع، مع عده مراكز بتكون موجودين فيهم، مع قطاع المراه بالعزم، مع الاي ام دي يلي هن كمان موجودين عندنا بتريبولي عندهم فيهم سئل، مع مركز الصفدي كذلك الامر. يعني نحن مش قاعدين لوحدنا مثل ما بيقولوا متكوكعين، مع جميع الاطراف بتريبولي دائما نحن وياهم في شغل. نحن كجامعه بيخلص التلميذ من عندنا بنقدر نلاقي له في محل يروح فيه يتدرب فيه، في محل يروح يقدر يشتغل فيه بالبلديات. عاملين اتفاقيه مع بلديه طرابلس، مع بلديه المينا، مشكوره بلديه طرابلس وبلديه المينا. شو بيساعدوا اي ميجر بالتحديد؟ بيساعدوا باداره الاعمال، وفي عندنا شويه من الهندسه اذا كانوا حابين يعملوا شويه هندسه بيقدروا، بيلاقوا كثير مباني للترميم بيكونوا موجودين فيه. احلى تدريب بيكون فوق، بيكونوا موجودين فيهم. يعني نحن كجامعه قاعدين مثل ما بيقولوا على الارض، ما قاعدين بالفضاء، عارفين حالنا عندنا شغل. بدنا هيدا التلميذ يطلع يكون عنده براتيك
بنفس الوقت بيكون اخذ الكادر الاكاديمي اللي بياخذوا بالجامعه بيجوا بيطبقوه على الارض. ما عاد فينا انه مثل قبل بس يصير نطنشوا عن الكور بس التطبيقي. الشغل التطبيقي موجودين فيها مثلا بصفوف الاوسبيتاليتي بيروحوا بيعملوا اكل بيروحوا بيشتغلوا فيهم. من فتره الجامعه فرحنا الرئيسي اخذت ربحت بجائزه طلعت الثانيه. يعني دائما بيكونوا عندنا فيهم التريننج استاج بيكونوا موجودين فيهم. يعني هذا الشيء فعلا بيشجع التلميذ لانه بيقول انا تعلمت كل هالامور النظريه وين بدي طبقها والمجالات عم بتضيق. مش ضروري كل ما بدي طبق يعني منهج معين بدي اتوجه للمدينه او للعاصمه لبيروت. لا صارت متاحه. لا صارت يعني نحن مثل ما عم نعمل في بيقولوا كل ما بدنا نجيب ورقه بدنا ننزلها. لا نحن بحاجه كمان لديسنتراليزاسيون. ديسنتراليزاسيون انا يعني هي كثير مهمه كل منطقه تجي تكتشف نفسها. انا احسن ما انزل على العاصمه كل يوم بدي ساعتين راحه ساعتين جاي اذا بدي حيلا. لا كتريبولي هي مدينه كتير حلوه كلكم تعرفوه جيت عليها كذا مره على البحر بدها شويه شغل بيمشي الحال مع الوقت. فيها كفاءات وفيها كفاءات فيها شباب مرافق حيويه فيها شباب كمان متمسكين بالمنطقه فوق متمسكين بكل شيء عم بيعملوه. فبدنا نتشكركم على هالمجهود الكثير كبير. جامعه الاي يو ال هي اضافه لمنطقه طرابلس وللشمال على العموم لانه مثل ما حضرتك ذكرتي منطقه غنيه جدا بالجامعات غنيه جدا بالمدارس يلي تصنف يعني الاولى عالميا كلها موجوده ومتمركزه يعني بالشمال. فان شاء الله خير يعني ان شاء الله من هلا لسنين لاحقه بنلاقي الطلاب يعني نازل عن ظهرهم الهموم. لازم يكون ظهرهم على الهموم ودائما نحن بنقول لهم للتلاميذ كونوا فخورين بنفسكم كونوا فخورين باهاليكم. انا كثير هلا على التي في بقول لهم بتشكر بي وامي كل حياتي كانوا واقفين حدي توصلت لهون لانه بتعرفي وعائلتي انه حتى يقدر يوصل لهون بالحياه ما بقدر يوصل وحده. اكيد انا كمان هون بنحكي عن تمكين المراه في كثير سيدات وقفوا بحياتي من ناحيه الشغل العملي وقت اللي جيت على تريبولي بحياتي الجامعيه في كذا كمان هن في ناس هن كان انهم كابابل بدوري عرفوني كنت انا كوردينيتور بسن الفيل وبفرعنا بجوني هن حطوني ب بفرعنا مديرة فرع انه بقولوا ساعة صغيرة اخدي مستلمة مديرة فرع جامعة. بتعرفين لما يكون مدراء الفرع بيكونوا شوي كبار بالعمر وكذا وهيك. وقالت قالوا له بكرة بتشوف شو بتعمل. فان شاء الله خير. نحن ما عندنا شك ابدا بقدراتك وبكفاءتك ويعطيكم الف عافيه. ميرسي كثير. يعني كانت ضيفتنا اليوم من طرابلس دكتور امتسال عكاوي لتحكينا عن دوره التدريب وتمكين المراه باللغه الانجليزيه. الابواب بعدها مفتوحه صحيح؟ بعدها مفتوحه. الدوره ستستمر حوالي شهرين ل 13 تموز فما تترددوا وكونوا كثار. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا ختام أحلى صباح لليوم. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.